بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. الاعتذارات. يعتذر السادة الأعضاء: السيدة العضو ألفت كامل عبد المجيد، السيدة العضو صفاء جابر، السيد العضو عادل النجار، السيد العضو علي الدسوقي، السيد العضو محمد تيسير مطر، السيد العضو وحيد فودة. يعتذر هؤلاء عن عدم حضور جلسة اليوم. السادة الأعضاء، أود في بداية الجلسة أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بسيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. يحضر سيادته معنا اليوم للرد على طلبات الإحاطة المدرجة بجدول أعمال الجلسة. وقد طلب سيادة المستشار وزير شؤون المجالس النيابية حضور جلسة المجلس لكل من السادة: اللواء أسامة سعد أمين عام مجلس الوزراء، اللواء حسام نبيل مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشؤون المجالس النيابية، الأستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لسيادته، المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء جلسة المجلس أثناء نظر طلبات الإحاطة الموجهة لسيادته. فهل يأذن المجلس في ذلك؟ موافقة. إذا ليتفضلوا بحضور الجلسة، وليتفضل سيادته بالتوجه إلى المنبر. تفضل سيادة الدكتور. السادة الأعضاء، بجدول أعمال الجلسة 16 طلب إحاطة موجهة لسيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وسوف تجرى المناقشة على النحو التالي: أولاً، مدة الحديث لكل نائب 4 دقائق، بحيث يتم غلق مكبر الصوت بعد انتهاء المدة. ثانياً، يتحدث السادة النواب الواردة أسماؤهم في البنود من 1 إلى 16 من ثالثاً، بعدها نستمع إلى رد سيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء. ثالثاً، عدم السماح بالخروج على موضوع الأداة الرقابية المقدمة، وإلا فسوف يتم غلق مكبر الصوت إلكترونياً في الحال. الآن نبدأ نظر طلبات الإحاطة. يتفضل سيادة النائب عبد الهادي القصبي بالإدلاء ببيانه. شكرا سيادة الرئيس. طلب الإحاطة المقدم مني موجه إلى دولة السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي بشأن المجازر التي يرتكبها العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وعدم وضوح السياسات إزاء مسألة التهجير القسري. دولة الرئيس منذ اللحظة الأولى لبدء هجوم الدولة الإسرائيلية على شعب فلسطين الأعزل، خرج فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلن للعالم بكل قوة وبكل وضوح موقف الدولة المصرية. وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل
وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجه القيادة السياسية، مطالبا بعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها. ثم تفضل السيد رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة إلى نواب الشعب هنا في هذه القاعة، تلك الجلسة التي رفعنا فيها علم مصر مع علم الدولة الفلسطينية، واكتست السيدات النائبات بالثياب الأسود حزناً من الموقف الدولي الذي يكيل بمكيالين، وألماً على الأطفال والشهداء. تلك الجلسة التاريخية أجمع فيها جميع نواب الشعب على تفويض فخامة السيد الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن القومي. ثم كما تعلمون سيادتكم، الشعب المصري يا سيادة الرئيس يتابع تلك القضية من خلال شاشات التلفزيون لحظة بلحظة، ونشاهد تصعيداً مجازر ترتكب ضد الشعب الفلسطيني من قتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل والتعدي على المستشفيات والنزوح من الشمال إلى الجنوب. مشهد مؤلم، العالم كله يرى هذا المشهد. هذا المشهد يا سيادة الرئيس لدينا ولدى الشعب قلق بشأن هذا الأمر، ومن حق الشعب المصري أن يعلم بوضوح موقف الدولة المصرية ورؤيتها اتجاه تلك المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. من حق الشعب المصري يا سيادة الرئيس أن يستمع إلى رأي الحكومة إزاء الإعلام الإسرائيلي والإعلام الدولي وما يسيره من إشاعات ومغالطات. نحن الآن نتابع يا سيادة الرئيس نزوح الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب، وتكدس الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني أمام المعبر المصري. ما هو موقف الشعب، ما هو موقف الحكومة المصرية اتجاه هذه المسألة؟ ما هي السياسات والخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الأمر؟ قبل أن أنهي كلمتي يا سيادة الرئيس، وقبل أن نستمع، بعد أن نستمع إلى مداخلات السادة الزملاء، وقبل أن نستمع إلى دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، أود أن أؤكد أن الشعب المصري بالكامل يساند الشعب الفلسطيني القوي الأبي. أود أن أؤكد أود أن أؤكد يا سيادة الرئيس أن نواب الشعب المصري بالكامل ترفض مسألة التهجير أو نزوح الشعب الفلسطيني إلى سيناء. بسم الله، باسم الشعب أفتتح الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم.
الاعتذارات. يعتذر السادة الأعضاء السيدة العضو ألفت كامل عبد المجيد، السيدة العضو صفاء جابر، السيد العضو عادل النجار، السيد العضو علي الدسوقي، السيد العضو محمد تيسير مطر، السيد العضو وحيد فودة. يعتذر هؤلاء عن عدم حضور جلسة اليوم. السادة الأعضاء، أود في بداية الجلسة أن أرحب باسمي وباسمكم جميعاً بسيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. يحضر سيادته معنا اليوم للرد على طلبات الإحاطة المدرجة بجدول أعمال الجلسة، وقد طلب سيادة المستشار وزير شؤون المجالس النيابية حضور جلسة المجلس لكل من السادة اللواء أسامة سعد أمين عام مجلس الوزراء، اللواء حسام نبيل مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشؤون المجالس النيابية، الأستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لسيادته، المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء جلسة المجلس أثناء نظر طلبات الإحاطة الموجهة لسيادته، فهل يأذن المجلس في ذلك؟ موافق. إذا ليتفضلوا بحضور الجلسة. وليتفضل سيادته بالتوجه إلى المنبر. تفضل سيادة الدكتور. السادة الأعضاء، بجدول أعمال الجلسة 16 طلب إحاطة موجهة لسيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسوف تجرى المناقشة على النحو التالي. أولاً، مدة الحديث لكل نائب 4 دقائق، بحيث يتم غلق مكبر الصوت بعد انتهاء المدة. ثانيا، يتحدث السادة النواب الواردة أسماؤهم في البنود من 1 إلى 16 من ثالثا، بعدها نستمع إلى رد سيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء. ثالثا، عدم السماح بالخروج على موضوع الأداة الرقابية المقدمة، وإلا فسوف يتم غلق مكبر الصوت إلكترونيا في الحال. الآن نبدأ نظر طلبات الإحاطة. يتفضل سيادة النائب عبد الهادي القصبي بالإدلاء ببيانه. شكرا سيادة الرئيس. طلب الإحاطة المقدم مني موجه إلى دولة السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي بشأن المجازر التي يرتكبها العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وعدم وضوح السياسات إزاء مسألة التهجير القسري. دولة الرئيس منذ اللحظة الأولى لبدء هجوم الدولة الإسرائيلية على شعب فلسطين الأعزل، خرج فخامة السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسي وأعلن للعالم بكل قوة وبكل وضوح موقف الدولة المصرية. وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجه القيادة السياسية، مطالبا بعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها. ثم تفضل السيد رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة إلى نواب الشعب هنا في هذه القاعة، تلك الجلسة التي رفعنا فيها علم مصر مع علم الدولة الفلسطينية، واكتست السيدات النائبات بالثياب الأسود حزنا من الموقف الدولي الذي يكيل بمكيالين، وألما على الأطفال والشهداء. تلك الجلسة التاريخية أجمع فيها جميع نواب الشعب على تفويض فخامة السيد الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن القومي. ثم كما تعلمون سيادتكم، الشعب المصري يا سيادة الرئيس يتابع تلك القضية من خلال شاشات التلفزيون لحظة بلحظة، ونشاهد تصعيدا مجازر ترتكب ضد الشعب الفلسطيني من قتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل والتعدي على المستشفيات والنزوح من الشمال إلى الجنوب. مشهد مؤلم، العالم كله يرى هذا المشهد. هذا المشهد يا سيادة الرئيس لدينا ولدى الشعب قلق بشأن هذا الأمر، ومن حق الشعب المصري أن يعلم بوضوح موقف الدولة المصرية ورؤيتها اتجاه تلك المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. من حق الشعب المصري يا سيادة الرئيس أن يستمع إلى رأي الحكومة إزاء الإعلام الإسرائيلي والإعلام الدولي وما يسيره من إشاعات ومغالطات. نحن الآن نتابع يا سيادة الرئيس نزوح الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب، وتكدس الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني أمام المعبر المصري. ما هو موقف الشعب، ما هو موقف الحكومة المصرية اتجاه هذه المسألة؟ ما هي السياسات والخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الأمر؟ قبل أن أنهي كلمتي يا سيادة الرئيس، وقبل أن نستمع، بعد أن نستمع إلى مداخلات السادة الزملاء، وقبل أن نستمع إلى دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، أود أن أؤكد أن الشعب المصري بالكامل يساند الشعب الفلسطيني القوي الأبي. أود أن أؤكد يا سيادة الرئيس أن نواب الشعب المصري بالكامل ترفض مسألة التهجير أو نزوح الشعب الفلسطيني إلى سيناء.
الشعب، ولا يتخيل أحد في العالم أن شعب مصر أو نواب شعب مصر تقبل بهذا الأمر. وإذا كنا في الجلسة السابقة فوضنا السيد رئيس الدولة، فنحن أيضاً نجدد تفويضنا إلى فخامة السيد الرئيس باتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري. شكراً سيادة الرئيس. شكراً سيادة النائب جازي سعد. شكراً رئيس. بنرحب اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بيت الشعب المصري، وبنطالب سيادته النهارده برد واضح يثلج صدور المصريين ويبين لنا ايه الاجراءات اللي تم اتخاذها من جانب الحكومه المصريه تجاه القضيه الفلسطينيه. بنشوف كل ساعه مجازر ترتكب في حق الانسانيه وقتل الاطفال وللشيوخ وللنساء ودمار للمساجد والكنائس والمستشفيات وانتهاك لجميع الحقوق والوثائق الدولية الإنسانية. المحتل الصهيوني عنده مخطط من زمان كلنا عارفينه، وكل مساعيه هو تصفية القضية الفلسطينية وضياع معالمها. ونحن كأبناء سيناء نشيد بجهود القيادة السياسية وموقفها تجاه القضية الفلسطينية، ونرفض جميعا بكل المعايير محاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، لأن هذا ضياع للقضية الفلسطينية التي حاربنا وما زلنا ندافع من أجلها. سيادة الرئيس، احنا النهاردة عايزين نعرف رد واضح من سيادتك من الحكومة المصرية عن الأجراءات والتدابير التي عملتها الحكومة اللي هتعملها في مواجهة المخطط الإسرائيلي، وعايزين نعرف خطة الحكومة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع واستمرار وصول هذه المساعدات. عايزين توضيح كامل لخطة الحكومة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع المجازر التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني. عايزين رد على المصريين بحاجة نقولها. المخطط الصهيوني كلنا عارفينه وحافظينه أيام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. الإرهاب اللي حصل في سيناء ده كله وراء رأس إسرائيل، إنها تزرع إرهاب في سيناء عشان تخلي أهل سيناء ينزحوا للمحافظات الثانية وتسيب سيناء فارغة. سيناء أمن قومي. سيادة الرئيس، احنا عايزين تعمير سيناء بالبشر. سيادتك، الحكومة والدولة اهتمت بالفعل في 8 سنين بمشاريع قومية في سيناء، بس احنا عايزين البشر. البشر ده قنبلة في وش اليهود. احنا سيادتك عايزين نزرع سيناء فين؟ احنا عايزين نوصل 5 مليون مواطن في سيناء، مش عايزين ننجح. شكرا رئيس. شكرا سيادة النائب احمد خليل خير الله. بشكر حضرتك يا رئيس. ليس لها من دون الله كاشفة. ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس. هذا هو شأن هذا الكيان المحتل الصهيوني في كل زمان، البحث عن حبل من الناس. لم تجتمع قوى المشرق والمغرب إما تأييداً أو مباشرةً أو خذلاناً على بقعة صغيرة مثلما يحدث اليوم. نقول لأهل فلسطين وأهل غزة من فاء فلسطين إلى نونها، أنتم البوصلة وأنتم خارطة الطريق. ها أنتم صامدون، قيل لكم بعتم أرضكم كذبا وزورا وعدوانا، وها أنتم تصمدوا على أرضكم رغم إجرام قتلة الأطفال. أصمدوا ونحن معكم. ونقول بمنتهى الوضوح، احنا بنتعامل مع صهاينة متمرسين في الخداع والكذب. الآن يريدون أن يهجروا كل أهل غزة إلى خان يونس، وبعدين يقوم بدك خان يونس.
وبعدين يهجرهم كلهم لرفح، وبعدين يقوم بدك رفح، وتلاقي 1.5 مليون على الباب عندك، وتبدأ تتعالى الأصوات: افتحوا المعبر، المعبر مفتوح من قبلنا. وقلنا من أول يوم إن قيادتنا فتح المعبر ولا تهاون في ذلك. وامبارح استقبلنا الأطفال الرضع، ولسه هنستقبل كل أطفال رضع كما وعدت القيادة السياسية. ولكن الصهاينة يريدون أن يغيروا ويزيفوا الحقائق كما هو عهدهم. بنقول يا رئيس النهاردة بمنتهى الوضوح، إحنا في ظهر بلدنا، وإحنا مع قيادتنا السياسية في هذا الموقف التاريخي. قدر هذا المجلس أن هذا الموقف التاريخي سيعطل المشروع الصهيوني، أقسم بالله، عشرات السنين، وإن تهاوننا وحاشنا بإذن الله ولو للحظات، فالمشروع الصهيوني إلى التحقيق إذا تم كارثة التهجير. يا ريس، كارثة التهجير القسري لأهل غزة هي جريمة حرب مكتملة الأركان، بل إعلان حرب على كل دول الجوار. وإحنا بنطالب السيد رئيس الوزراء بالانتقال بكل الخطوات من اللافعل إلى أعلى الخطوات، وبنقول إن الشعب الفلسطيني للحق في المقاومة. مفيش بينكم وبينهم عهود، وأن القيادة السياسية وأن الشعب المصري والبرلمان المصري يقول: افتكروا الكلمة دي، احذروا نفاد الصبر. نسيتوا الفرقة 39 لما شارون كان بيجري قدامها؟ بنقول إن الأمر واضح الآن، قضية تهجير الشعب الفلسطيني بنرفضها والباب مقفول. المعبر هنحاول ونجتهد وهنسمع من رئيس الوزراء، هندخل كل المساعدات الإنسانية وهنسعى. ويا عالم استمع، قتلة الأطفال عجزوا عن مواجهة الأطفال، فها هم يهجرونهم الآن. الأمم المتحدة، أين العالم؟ أين العالم في 1000 شخص يموت في يوم واحد؟ ضرب المدارس وضرب المستشفيات. احنا بنقول بمنتهى الوضوح، احنا عارفين ان احنا هندفع الثمن كدولة، ولكن تهم كل الاثمان امام فلسطين، ونحن نخسر اذا كنا نتجه الى الباطل. نخسر مستحيل نروح ونأسف نكسب مع الباطل، لا، مهما كانت المكاسب. ونخسر ولو ذهبنا مع الحق، نعم نخسر، لأن الحق هو الله. بنأكد وبنوضح قضيتنا كلمتين خلاصتهم: لا للتهجير القسري، وسنقف نحن والقيادة السياسية والشعب المصري أمام أي محاولات تهجير من هذا الكيان المغتصب المجرم. اتنين، في ظهر بلدنا بمنتهى الوضوح، ومحدش يقول المعبر مش مفتوح، المعبر مفتوح، وهنفضل نخدم أهالينا وعلى عنا وعلى راسنا، ولن نتجه إلى أي مكسب طالما باطل مهما كان. نخسر ولكن مع الحق، وندفع الثمن وتهون كل الأثمان من أجل فلسطين. شكرا يا رئيس. شكرا. سيادة النائب عماد خليل. شكرا رئيس على منح الكلمة، وبرحب بالسيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء. أنا هبدأ كلامي بآية تثق بها الله من يدعون أنهم شعب الله المختار، وهي من إنجيل متى: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أريد أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراقها ولكنكم لم تريدون. هكذا خطب الله من يدعون أنهم شعب الله المختار، النازيون الجدد. نحن الآن يا رئيس أمام لحظة تاريخية فارقة، وتحت قبة مجلسنا الموقع نؤكد مراراً وتكراراً أن مصر دعت العالم كله للحل العادل
ليها القضية الفلسطينية، وهو بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومنذ اندلاع الحرب أو العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، وكان الموقف المصري موقف نبيل وموقف يتسم بالإنسانية، رغم تجاهل العالم كله للمشاهد التي نراها يومياً من قتل الأفراد الأطفال والنساء في أكثر من 13,000 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال، 5500 طفل على الأقل، 3500 امرأة، في أكثر من 201 من طبيب وممرض ومسهد وحتى رجال الدفاع المدني، أكثر من 60 صحفي لطمس الحقيقة وعدم خروجها للعالم. وكلنا عارفين ما تفعل إسرائيل من إلغاء تصاريح الوكالات الأجنبية داخل قطاع غزة لتصدير صورتها الوحيدة، ورغم كل ذلك ورغم تجاهل العالم الذي يسمى نفسه عالم متحضر الذي يدعي الاهتمام بحقوق الإنسان والحيوان والنبات، تجاهل الحق في الحياة وهو أسمى الحقوق. إن مصر يا ريس اتعاملت من اليوم الأول بضرورة الوصول لمجموعة من الأهداف، وهي عدم تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، عدم تهجير القصر للفلسطينيين وخاصة إلى سيناء، إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية وهو ما تم، ضرورة الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار، وضرورة حل الدولتين وهو ما أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال قمة القاهرة للسلام ومن خلال 45 لقاء واتصال مع قادة العالم. ولعلنا نتذكر اللقاء التلفزيوني مع وزير الخارجية الأمريكي الذي مساء على الهواء، وأيضا لقاءه مع المستشار الألماني. إن مصر تتعامل بشرف ونبل في وقت عز فيه الشرف. أيضا يا ريس، لو كانت دولة الاحتلال بتتذرع بوجود حماس والقضاء عليها في قطاع غزة، فهل كانت موجودة حماس لما ضربت دير ياسين 1948 أو ضربت بحر البار وحتى مدينة قانا أو مسبحة قانا في لبنان؟ العدو الإسرائيلي يهدف إلى تهجير القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، وكان قبل كده في 1970 عمل محاولات، ولكن مصر دائما وقفت ضد هذه الادعاءات الإسرائيلية وهذا المشروع الصهيوني. مصر يا ريس مستضيفة 9 مليون ضيف زي ما بيقول السيد الرئيس دايما ويوصفهم، مش لاجئين. لن يضرها استضافة 2 مليون إضافيين، ولكن حفاظا على القضية الفلسطينية وعلى حق إخواتنا الفلسطينيين كان الموقف المصري واضح وصريح. وكمان الرئيس دايما بيحط خطوط حمراء يحفظ بها أمن مصر القومي ويحفظ بها القضية الفلسطينية. وفي النهاية يا ريس أجدد دعمي اللامحدود لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كنت واحد من الملايين اللي خرجنا في 20 أكتوبر لتفويض القيادة السياسية في منع التهجير القسري لإخواننا الفلسطينيين، وأقولها بصدق أن الرئيس يمارس سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف، وتحيا مصر. سيادة النائب أحمد فؤاد أباظة، أنا حاسس أن هناك تمثيلية بتحاك للوقيعة بالدولة المصرية، لكن احنا شايفين أن في خط قائم، خط تكلف مليارات وعن جيش لا يقهر، وأن الجيش الإسرائيلي بمخابراته وقياداته تم قهره في ثواني، وبعدين سابوا الشعب الأعزل قدام الآلة الغاشمة، قاموا بالتهجير بقتل أطفالنا ونسائنا، قتلوا الشعب الفلسطيني بكل بشاعة وقوة دون رحمة، هدموا المدارس فوق رؤوس الطلاب، قتلوا الأطباء في المستشفيات، قتلوا كل الشعب الفلسطيني من شعب أعزل قاموا بقتله جميعا. أقول من هذا المنطلق أنني أؤكد على دعم القضية الفلسطينية بكل ما نملك، ونحن واثقين كل الثقة في القيادة السياسية وفي السيد رئيس الحكومة وما يقوم به من عمل. وأنا أؤكد أننا رأينا بأعيننا السيد رئيس الحكومة وهو أمام المعبر
يقوم بإرسال المساعدات لكافة أبناء الفلسطينيين من الشعب الفلسطيني. كما أؤكد سيادة الرئيس أن كابن الشعب المصري أمامك وخلفك، وكلنا كأبناء الشعب المصري مجلس نواب وشيوخ كلنا أمامك يا سيادة الرئيس، ولن نفرط في ذرة رمال، ومن يفرط في أرضه يفرط في عرضه، ونحن متمسكين بالأرض المصرية تماما، ولن نترك شبر من الأرض المصرية ولا للتهجير ولا للتهجير. ونشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. النائب مصطفى بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يعني التهجير؟ التهجير يعني العودة إلى الحروب. التهجير يعني إسرائيل الكبرى. التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية. وأظن أن كل القارئ للأدبيات الصهيونية منذ عام 48، منذ الخطة التي وضعها بن جوريون، مرورا بمحاولات الأمم المتحدة وأمريكا عام 51 و 55، مرورا بمخطط جور إيلان في عام 2004 والذي طرح فيه خطة مبادلة الأراضي 720 كيلو من سيناء مقابل 720 كيلو من النقب، والذي يتابع يوم 13 أكتوبر بعد 6 أيام من حرب الشرف والكرامة والمقاومة، خرج تقرير من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، والوزيرة هي عضو في حزب الليكود التابع هي تابعة له. ومع ذلك هذا المخطط ماذا يقول؟ يقول نمرة واحد نقصف الفلسطينيين، 2 نجمع الفلسطينيين ونحاصرهم، 3 ندفع بهم إلى مصر. هذا المخطط الذي يقول 1 نعمل مدن في سيناء بالخيام يتلوها ممر إنساني، يتلوها بعد ذلك مدن طبيعية ودولة تكون موجودة من رفح إلى العريش. وزير المالية الإسرائيلي قال نفس الكلام، نتنياهو قال نفس الكلام، المخطط على الأرض قال نفس الكلام. إذن نحن أمام مخطط يستهدف مصر، يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، يستهدف بعد غزة الضفة الغربية ونقلهم إلى الأردن. ده المخطط. عشان كده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واعي لهذا المخطط منذ البداية. بعد أيام قليلة من العدوان قال لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو حل القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى. الطرف نحن. قال لن نسمح بأن تقف مصر موقف المتفرج. سيد رئيس الوزراء قال في سيناء لو قدمنا ملايين الشهداء فلن نسمح باختراق الأمن القومي المصري. لكل ذلك سيادة الرئيس أقول نحن من هنا نقول لأبناء الشعب الفلسطيني ولأبناء غزة الذين يبادون أمام العالم الجبان، أمام الأمة العربية التي لا تزال صامتة وكأنها تنتظر، مصر هي التي اتخذت الموقف القوي منذ البداية سياسيا وإنسانيا ودفاعا عن القضية الفلسطينية. ماذا نريد في هذه اللحظة التاريخية؟ سيادة رئيس الوزراء نريد الآتي، أنا كنائب في هذا البرلمان المعبر عن الشعب المصري، أن تشكل فورا لجنة لدراسة المعاهدة المصرية الإسرائيلية للتسوية الموقعة 79 وكم تبدا الموقعة 78، عايزين نشوف حل. دول بيهددوا أصلا هذه الاتفاقية، تطلع مجلة إسرائيلية، إسرائيل وتنطق بوزارة الدفاع إسرائيل ديفنس، وتقول إن مصر اخترقت المعاهدة وعدونا الأساسي هو مصر ولازم نحمي حدودنا الجنوبية بأن ندخل إلى مصر. مجلة وزارة الدفاع من أسابيع قليلة. ده واحد، لازم نشوف حل في اتفاقية السلام التي يجري اختراق. 2 القانون الدولي يعطينا الحق في التقدم بشكوى إلى محكمة الجنائية الدولية، لأن ما يجري من تهجير قسري هو جريمة حرب حسب قواعد القانون الدولي. 3 التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن فورا لوقف هذا الأمر وإشهاد العالم جميعا نحن نثق في القيادة السياسية.
ونثق في جيشنا العظيم، ونثق انهم لن يسمحوا لكائن من كان والسيسي بالذات، هذا القائد الوطني ابن المؤسسه العسكريه، هذا الذي بنى جيشا عظيما نفخر به في الوقت الذي كان الخونه والنشطاء يقولوا احنا هنعمل ايه بجيش مصر. النهارده كل مواطن مصري يدرك ان القائد يؤمن هذا الوطن، وان ثقتنا في من اسقط حكم المتآمرين جاءت اللحظه ليعرف الناس ان جيش مصر العظيم وان القائد الوطني اعطى رساله للجميع، امن مصر فوق كل اعتبار. ولذلك فان هذا الاصطفاف الوطني ليس صدفه او اعتبارا، هذه لحظه للتاريخ سياده رئيس الوزراء، ونشكرك انك جئت، فهذه اللحظه لحظه الجميع، لحظه القوه جميعا، لحظه فلسطين، فلسطين التي يرفع علمها في كل بيت مصري. والله لو فرطنا ودخل المتآمرون ودفعوا بالفلسطينيين الاشقاء الى الحدود المصريه سيضعوننا في موقف محرج. ولذلك الحل الاستباقي لا تحرك من جنوب غزه، ولتتحرك كل قواتنا من اجل منعهم من الوصول الى الحدود بخطه عسكريه ممنهجه نعرف ابعادها. هذه لحظه مصر كلها موحده خلف القائد الوطني، هذه لحظه للعرب باسره نقول حدود مصر خط احمر، سيناء التي دفعنا فيها عشرات الالوف من الشهداء لن نفرط في ذره رمل واحده. من هنا مجلس النواب يقف صفا واحدا خلف القائد، من هنا نقول فلتذهب الاتفاقيه المصريه الاسرائيليه الى الجحيم، ولتذهب كامل الجحيم. الى الجحيم وليبقى التراب الوطني المصري، ولتبقى هامه فلسطين مرفوعه، ولتبقى الدوله الفلسطينيه، ولتبقى أن نبني دولة فلسطينية مستقلة بعد الدماء التي سالت، وبعد الأطفال الذين ماتوا، بعد 13500 شهيد و 35000 جريح. لا يمكن للقضية الفلسطينية أن تذهب سدى أبدا، ولا يمكن أن نسمح بأن يغاب الشعب الفلسطيني، أبناؤنا، أطفالنا، أمهاتنا، نساؤنا. أين أنت أيها العالم الجبان؟ أين للأسف كل ذلك طلع في شنك، ولكن تبقى الوطنية المصرية، يبقى الشعب المصري الذي يعطي الدروس للجميع. نحن هنا، فلسطين قضية كل بيت مصري، فلسطين قضية أطفالنا وأبنائنا. والله ما بنعرف ننام في البيوت، والله ما عايشين، لأن بنشوف أولادنا بيتركوا. أي سلام مع هذا الكيان؟ أوعوا تفتكروا ادونا سينا وكانوا حيدوا الضفة ولا يدوا أبدا، لانه عندهم تراث توراه بتقول ارضك يا اسرائيل من النيل الى الفرات. عشان كده احنا مع جيشنا، مع قوه جيشنا، مع قائدنا بنقول لهم مفيش حل لحمايه الامن الوطني المصري ولا حمايه الامن القومي العربي الا بجيش قوي. الخطه جاهزه وموجوده، والخطه كشف عنها في الوثائق البريطانيه من ايام 68 71، والسفير البريطاني اللي بلغ عليها الجونه وقالوا لنا كيتو كيتو كيت، وسينا دي حتى هترجع لينا تاني. وسمعنا كتير جدا من اسرائيل في كل لحظه يقول لك اه ادينا سينا لمصر، بس سينا هترجع لنا تاني. مين اللي يحمي سينا؟ يحمي سينا ابنائها الشرفاء اللي بيضحوا. ابناء سينا يستحقون كل التقدير وكل الاحترام. هي حامية لأمن سيناء، أبنائنا اللي بيروحوا سيناء ويسكنوا دلوقتي، تعمير سيناء هو أمر مهم جدا. عشان كده كانت نظرة الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرة استراتيجية من أول يوم جه 2014، الخمس أنفاق لسيناء يكلفوا الدولة مهما يكلفوا، لكن عشان لما الأمن القومي يتطلب جيشنا يبقى في ساعتين هناك. وفعلا جيشنا هناك موجود دلوقتي، بيقولوا لنا انتوا اخترقتوا الاتفاقيه، ليه؟ عملتوا ثلاث فترات
عسكرية، عملت وحدة رادار، وديته 100 دبابة عند رفح، عملته 5 أنفاق. هل شفت الراجل اللي بيتظلم ده كيف كان يفكر استراتيجيا؟ كيف كان يريد أن يحمي الوطن؟ كيف استطاع أن يقتطع من الأموال من أجل الأمن القومي حتى لا نصير مثل غزة، أو نصير مثل أي دولة مستباحة، أو نصير مثل ليبيا أو السودان أو غيره من الدول التي تأمر عليها؟ هذه لحظة أتمنى سيادة رئيس الوزراء، وأنا واثق من وطنيتك، فأنت ابن قائد عسكري سابق، وأنت رجل تعرف تماما حدود الأمن القومي. أتمنى إجراءات عملية، أتمنى في إدارة الأزمة إن احنا بالفعل الشعب المصري مولع، احنا مولعين، احنا مش طايقين اللي بيحصل، احنا ما بقتش تفرق معانا الحياة والموت، كلنا مشاريع شهداء من أجل فلسطين ومن أجل مصر، لكن في إدارة الأزمة تعالوا جمد العلاقات، استدعي السفير واطرد هذا الكلب خارج مصر، خذ إجراءات عملية. احنا وراك، احنا وراك يا رئيس، احنا وراك، ودي قضية حياة وموت بالنسبة لنا، من أجل مصر مستعدين كلنا نموت، هنقف معاك، مش هنلاقي ناكل معاك. ما احنا عملنا ده في 67، كنا فرحة كل أسبوع، كنا بنحل الشاي بالجلابة مش بالسكر، وقفنا وانتصرنا مع جمال عبد الناصر، وأثبت جمال عبد الناصر إن شعار مأخذ من القوة لا يسترد إلا بالقوة، هو الشعار الصحيح. هؤلاء المجرمين، هؤلاء القتلة، ننتظر بالتأكيد موقف وطني حقيقي، لا أحد يزايد على الرئيس ولا أحد يزايد على الدولة المصرية. شكرا لكم، وعاشت كل يد قوية، عاش الجيش المصري العظيم، وعاشت الشرطة المصرية العظيمة. كل التحية والتقدير للقائد الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرا. شكرا. حيا رئيس، اجتماع هام في توقيت هام، موضوع غاية في الأهمية، بيهم كل المصريين، هو حديث كل بيت في مصر. سيادة الرئيس، العدوان على غزة والحرب اللي بتشنها إسرائيل على الفلسطينيين ودعوات التهجير القسري، وبداية نؤكد معالي الرئيس أن التهجير القسري هو جريمة، جريمة بكل المقاييس، وجريمة وفقا للقانون الدولي، ونؤكد معالي الرئيس أن كل من سكت في المجتمع الدولي عن هذه الجريمة فهو شريك فيها. سيادة الرئيس، كل من أمد إسرائيل بالسلاح في هذا التوقيت فهو شريك في الجريمة. سيادة الرئيس، كل من ساهم وساعد وشجع بناء المستوطنات فهو أيضا شريك في الجرم. سيادة الرئيس، سيادة الرئيس، نحن دولة سلام ونؤمن بالسلام ودعاة سلام، ولكننا في ذات نفس الوقت نحذر أن الأمن القومي المصري لا يمس، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن التصعيد المستمر سوف يتهدد السلم والأمن في المنطقة بل وفي العالم أجمع، في العالم أجمع. وهناك خطوط حمراء لن نسمح بتجاوزها. سيادة الرئيس، نحن 105 مليون مصري كلنا على قلب رجل واحد خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 105 مليون مصري سيادة الرئيس، كلنا على استعداد للتضحية بأنفسنا تماما من أجل الأرض، من أجل الأرض المصرية. سيادة الرئيس، في الحقيقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من حذر، وحذر مبكرا جدا ومنذ بداية الأزمة، أن التهجير القسري مرفوض رفضا تاما، وأن الأمر مرتبط بإفشال حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني. فالأمر هنا متعلق أيضا بالقضية الفلسطينية وبقائها، ولكن نقول دائما يا رئيس أن هذا هو قدر مصر، وهذا هو دور مصر، وهذا هو ما سوف يسجله التاريخ لمصر وقيادتها. سيادة الرئيس، لابد أن نوجه التحية للشعب الفلسطيني،
الصامت والواعي لمخططات التهجير التي يرفضها ونرفضها تماما معه، والذي يعي ويدرك تماما المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية. وفي الختام سيادة الرئيس، أرجو أن أستمع من دولة رئيس مجلس الوزراء إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري، ونعي تماما ونثق أن الحكومة تعي المخطط وعلى وعي تام بكل ما يحاك. ولذلك ونرجو أن نستمع إلى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء. سيادة الرئيس، كما قلت في البداية، هذا الموضوع يخص كل المصريين، وهو حديث كل بيت في مصر، وهي قضية رأي عام. لذلك فمن حق كل مصري أن يطلع على جهود الحكومة في هذه الملفات، وأن يعي ويدرك ما يحاك ضد الدولة المصرية. وختاماً أقول ونقول جميعاً، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها. شكراً سيادة الرئيس. شكراً سيادة النائب أحمد العوضي. شكراً سيادة الرئيس. بداياً برحب بمعالي الدكتور وزير رئيس مجلس الوزراء في هذه الجلسة التاريخية التي نتحدث فيها اليوم عن تداعيات الأزمة الفلسطينية وما يحاك ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 45 يوم منذ بدأت الأحداث في يوم 7 أكتوبر، وحتى الآن يتعرض الشعب الفلسطيني لانتهاكات صارخة وجرائم حرب تدار بواسطة قوات الاحتلال الإسرائيلي. وللأسف هذه الانتهاكات يعني تدار في وسط صمت دولي رهيب من المجتمع الدولي، يعني ده مخالف للقانون الدولي الإنساني. وبالرغم من ذلك هذا المجتمع لا يقوم بدوره على الوجه الأمثل في سبيل أن يوقف إسرائيل عن هذه الانتهاكات. طبعا بتطلعنا معظم وسائل الإعلام عن يعني مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وهذا المخطط حقيقة يضر بالأمن القومي المصري ويضر بالقضية الفلسطينية. نحن نرفض هذا المخطط الذي تقوم به إسرائيل من أجل تصفية القضية الفلسطينية ومن أجل الإضرار بالأمن القومي المصري. وما يعني القيادة السياسية تحدثت في هذا الموضوع وقالت إن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نقبل تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، لأن ده بيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى أن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية ترفض هذا المبدأ. نريد أن نعرف من الحكومة هل هناك من الإجراءات في حالة يعني التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، هل هناك إجراءات تقوم بها الحكومة لمنع هذا التهجير ولإيقاف هذه أو هذا المخطط؟ طبعاً إسرائيل بتتمادى في الانتهاكات اللي بتقوم بها ضد الفلسطينيين من جرائم حرب وقتل النساء والأطفال، حقيقة أحداث بتدمي قلوب كل المصريين، والشعب المصري كله بكامله متعاطف مع القضية الفلسطينية. ومصر قدمت الكثير والكثير من بداية القضية الفلسطينية، قدمت جهود وتضحيات من خيرة أبناء هذا الشعب للقضية الفلسطينية. جميع الحروب اللي خاضتها مصر بدءا من حرب 48 حتى حرب 67 كانت بسبب القضية الفلسطينية. مصر قدمت تضحيات أكثر من 120 ألف شهيد و 200 ألف مصاب من أجل القضية الفلسطينية، وما زالت مصر تدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بجهود ويعني مساعدات غير مسبوقة من أجل إيقاف إطلاق النيران ووصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني والعمل على الحل الدولتين، وهو الحل الأمثل لإحلال السلام في المنطقة. طبعا القيادة السياسية والدولة المصرية قامت بجهود كبيرة جدا لدعم أشقائنا الفلسطينيين من وصول مساعدات
أو علاج المرضى ولكن والمصابين، ولكن نريد أن نعلم من الحكومة ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل يعني زيادة أو استمرار هذه المساعدات، وهل هناك من إجراءات لإيقاف إطلاق النيران بالنسبة في قطاع غزة والوصول إلى إيقاف أو هدنة لإيصال المساعدات وعلاج الفلسطينيين. مصر حريصة كل الحرص على يعني الدولة الفلسطينية، وإن الدولة الفلسطينية تأخذ حقوقها، والمصريين حقيقة يعني تضحيات وجهود كثيرة، وجيش مصر جيش عظيم قادر على إنه هو يعني يحافظ على الأمن القومي المصري. هناك اتفاق سلام بيننا وبين إسرائيل، ولكن هذا الاتفاق إذا كان هناك يعني من الإجراءات ما يحيط بهذا الاتفاق، فكما قال فخامة الرئيس إذا دعينا للحرب فنحن مقاتلون، وإذا دعينا للسلام فنحن مسارعون. يعني الشعب المصري كله عن بكرة أبيه فوض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يغدو من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على القضية الفلسطينية. نحن نجدد هذا يعني التفويض باسم السادة النواب وباسم الشعب المصري العظيم في تفويض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يغدو من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري والحفاظ على القضية الفلسطينية. يعني أنا كان يعني خلفية عسكرية، والحمد لله حضرت حرب 73، وأعلم جيدا العدو الإسرائيلي عدو جبان لا يقاتل إلا من خلف جدر، ويمكن في 73 يعني كان القوات المسلحة هناك بعض يعني الصعوبات، مانع مائي وخط حصين وعدو مستهتر موجود في، وبالرغم من ذلك يعني استطاع المقاتل المصري والشعب المصري أن يعبر القناة ويحطم خط بارليف. فيعني كل الثقة في جيش مصر وشعب مصر في الحفاظ على الأمن القومي المصري، وكل التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة الحكيمة، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. شكرا سيادة النائبة أميرة صابر. شكرا لمنح الكلمة سيادة الرئيس، وأهلا بالسيد رئيس مجلس الوزراء. الحقيقة قبل أي كلام كل التحية للعظماء الصامدين من الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية اللي أدوا العالم كله مثال عظيم على الصمود الفدائي، مثال عظيم على المقاومة والحق في الحياة والدفاع عنها. الحقيقة المعارضة المصرية بكل أطيافها تقف موقفاً واحداً صلباً خلف منع التهجير القسري وخلف منع تصفية القضية الفلسطينية التي هي أم القضايا. أمننا القومي وأمننا الاستراتيجي هو متعلق قطعاً بهذه القضية، وإحنا في أيام يمكن ما شفناهاش قبل كده. شفنا أيام كثيرة مظلمة للنظام الدولي الذي لا يستطيع أن يحقق قراراته الأممية. هيعدي يوم 29 نوفمبر الجاي 76 سنة على قرار 181 للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين. ما تحلتش الدولتين، في دولة إسرائيل، دولة إسرائيل فقط التي تتجبر وترتكب كل الجرائم، كل الجرائم ضد القانون الإنساني والقانون الدولي والعالم في غفلة. رهننا دايماً ونحن نتحدث من البرلمان المصري الآن على الشعب المصري، على الشعوب، لأنه الحقيقة سلطات الأربعة النهاردة في العالم في تحدي كبير، في تحدي كبير. السلطة التنفيذية، الحكومات المنفصلة تماماً عن نبض شعوبها. شفنا آلاف في شوارع العاصمة الأوروبية وغيرها داعمين للقضية الفلسطينية، ولكن حكوماتهم تتصرف بشكل مغاير ومنفرد. شفنا إطاحات ببعض الوزراء نتيجة للانقسامات التي يتبناها المتطرفون داخل هذه المجتمعات. نحن دعاة سلام، وإن لم ينتبه الحكماء في هذا العالم لهذا الموقف شديد الدقة فتلقوا موجات من الإرهاب وتلقوا موجات من القلاقل، مش منطقة الشرق الأوسط بس، في العالم كله. أنهي رسالة للمفروض الشباب يعيش بيها والأطفال ونحن أمام إبادة وجرائم يندى لها جبين العالم الإنساني كله؟
هذا إذا تحدثنا عن السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، بنشوف برلمانات، بنشوف برلمانات وبرلمانيين وقف إطلاق النار اللي هو ضرورة إنسانية بيصوتوا ضده، وقف إطلاق النار لهدنة إنسانية بيصوتوا ضده. هذه أمور لن ننساها الحقيقة. ومن هذا البرلمان ومن الشعب المصري أدعو كل برلماني ذو ضمير أن يراجع موقفه الإنساني داخل برلماناته المحلية، لأنه هذا هو صوت الشعوب القادم لا محالة إذا قضية إنسانية وعادلة جداً بالمقام الأول. نحن أمام أيضاً سلطة قضائية لا تجرم هذه الجرائم الشنيعة المرتكبة من الجانب الإسرائيلي من القوات القائمة بالاحتلال بما يكفي وبقدر يتناسب مع هذه الجرائم. هذه دعوة أن المحكمة الجنائية الدولية ترسل لجان تحقيق على الأرض تحصي هذه الجرائم، وقد بدأت بالفعل منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والعالمية في إحصاء هذه الجرائم، نحصيها ونعدها عداً يا قوات الاحتلال، وستحاسبون وسيحاسبكم التاريخ على هذه الفظائع واحدة واحدة. لو بنتكلم على السلطة الرابعة على الإعلام، أين هو الإعلام العالمي المدعي المهنية والمدعي الشفافية والمدعي الحقيقة؟ أين هي الحقيقة التي تعمى لصالح قوات الاحتلال، لصالح إسرائيل، بشكل شديد الإفراط في الأذى، شديد الإفراط في الظلم؟ أين هي الحقيقة؟ لا أحد يعلم. الحقيقة الموقف المصري موقف تاريخياً إذا هذه القضية عظيم وداعم لها ويمنع تصفيتها، وسنظل نفعل كل ما يمكن لمنع تصفية هذه القضية. ولا يمكن أن نتكلم الآن عن منع التهجير القسري دون أن نتحدث عن أمرين: وقف فوري لإطلاق النار، وهذا ما أريد سيادة رئيس الوزراء أن يجاوب عليه بشأن كل ما تتخذه الدولة المصرية دبلوماسياً وعلى جميع الأصعدة لجهود وقف فوري لإطلاق النار، والأمر الآخر هو المساعدات العاجلة الإغاثية والإنسانية. كل دقيقة بتعدي بتضرب مستشفى، بتضرب مدرسة، بيكبر الفلسطينيين على أن يهجروا من الشمال إلى الجنوب ويدفعوا تجاه الحدود المصرية. فالنهاردة إذا نتحدث نحن عن وقف التهجير القسري، لازم نتحدث عن كمان المساعدات الإنسانية. ولغاية منتصف الشهر اللي فات مصر قدمت 4 أضعاف ما قدم العالم من مساعدات إنسانية وإغاثية لقطاع غزة. هذه قضية نابضة والله لم تمت، والمليارات التي دفعتها إسرائيل رهاناً على الأجيال القادمة من التغمية والتعمية والتفريط في القضية، انقلب السحر على الساحر كلياً. وهو وقت العقلاء في هذا العالم ليدعو لسلام حقيقي قائم على حل الدولتين، قائم على إنفاذ القرارات الأممية. وسأنتظر إيضاحات السيد رئيس الوزراء بشأن كل الإجراءات المتخذة من الدولة المصرية لوقف تصعيد ووقف إطلاق النار، وأيضا مسألة الإغاثات تقف كل أطياف المعارضة وغيرها من الطيف السياسي خلف هذه القيادة، ومنعاً لتصفية القضية الفلسطينية. شكراً. شكراً يا رئيس. أولاً برحب بمعالي دولة رئيس الوزراء داخل مجلس النواب. اسمعوني كويس، أنا من أهالي رفح ومن أهالي الشيخ زويد وعلى الحدود، وملم تماماً بالوضع الحالي. يتردد مش من اليوم ولا من امبارح، من 50 ومن 100 سنة ان الفلسطينيين يدخلوا سيناء. اذا كان المخطط دخول فلسطينيا مصر فيها 10 مليون ضيف، هنسوي 30 و40 و50 مليون، ولكن الهدف سيناء. الهدف سيناء دي انتوا كلنا نعلم ازاي طلعوا منها، حصرتهم ازاي، انتصرنا عليهم في حرب. اللي لازم الجميع يعرفوا ان المقاومة طولت من الحروب. اني اخشى ما اخشاه ان يتعاطف الشعب المصري الطيب للاوضاع عندما يكون على الحدود. سيترحل ويهجر عندنا رجل فلسطيني فقد اسرته، يحمل ثأره. الشعب الفلسطيني جبار، يصنع الصاروخ في دقيقة والغلملة في ثانية.
احنا في المثل البدوي عندنا لما الواحد يطنب عليك او يدخل عليك بتحميه بكل قوتك، وانا هحميه، ولكن انا ما اضمنش انه يلتزم بتعليمات الدولة. هيقوم من عندي ضرب الكيان الصهيوني المحتل، الكيان الصهيوني المحتل هيرد الضربة. انا دخلت في حرب لا ناقة لي فيها ولا جمل، لا ناقة لنا فيها ولا جمل. سيد معالي دورة رئيس الوزراء، أرجو من سيادتكم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول المساعدات المتكدسة والموجودة في مدينة العريش في أسرع وقت ممكن. أرجو من سيادتكم تفعيل الدور الدبلوماسي والضغط على إسرائيل وعلى حركة حماس بوقف الحرب فورا. المستقبل ظلام، المستقبل ظلام. الاسطول الامريكي لا يتحرك من اجل غزة وحماس. نحن محاطين بستة اساطيل او بستة مواقع عسكرية تحوط مصر، ليبيا والخليج. احنا مش هندخل حرب، الحرب دي مش لعبة ببجي بالتليفون، الحرب خراب ودمار. انا لي 12 سنة في الزينة بعاني من الارهاب. السيد رئيس الوزراء كان عندي من 10 ايام او من 20 يوم، شاف الخراب والدمار. بناء عليه السيد الرئيس رسالة لاصحاب الاجندات الخبيثة: سيناء بما تملك من حجر ورمل، من شجر وبشر، هي ارض مصرية خالصة، امسحوا اسم سيناء من اجندتكم الخبيثة. شكرا يا رئيس. شكرا سيادة النائب عبد المنعم إمام. بداية يعني أنا برحب بمعالي رئيس الوزراء في زيارته الأولى لنا في الفصل التشريع الثاني. وبأمانة شديدة بين مشاعر الفخر والغضب والحزن تدور الأفكار. الفخر بموقف الإدارة المصرية الرافض لكل مخططات التهجير والتوطين في سيناء وفي مصر بأكملها. هذا الموقف الذي نقف فيه معارضة وأغلبية لنقول أن هذا الشعب كله خلف الإدارة المصرية في رفض كل هذه المخططات. هذه المخططات التي أقول كما قال رسول الله أن مصر وأهلها في رباط إلى يوم القيامة، لن تستطيعوا أن تفرقوا بيننا أبداً. حين ينجلي الخطر تجد كل المصريين واحداً في مواجهة الأخطار. والغضب أيضاً من الخطوط المتناثرة: ليبيا، السودان، غزة، فلسطين، ما يحدث في البحر الأحمر، ما يحدث في البحر المتوسط وشرق المتوسط. كل الخطوط تتجسد، وأخيراً وأولاً سد النهضة. كل الخطوط وضحت للجميع أنها واحدة وأن العدو واحد. وكما أن العدو واحد فنحن واحد، واقفون منتبهون، لن نفرط في أمننا القومي ولن نفرط في إرادة الشعب المصري. سيادة الرئيس، تصرفت مصر بمسؤولية وفق محددات الأمن القومي المصري والسياسة الخارجية المصرية منذ عقود، ولكن للصبر حدود. وأقولها بشكل واضح أن ما يتعلق بمحاولات إسرائيل لإرغام أهل غزة العزل الذين يتعرضوا لحرب شنيعة لم نقرأ عنها سوى في الروايات الرعب ونحن صغار، أمر لا يمكن القبول به. وهو أمر أيضا يؤكد أن على العالم وعلى الدولة المصرية، وأنا أدعو الدولة المصرية لأن تضع العالم أمام مسؤولياته. أوروبا عليها أن تتدخل. يمكن لمصر أن تجمد وجودها في كل اتفاقيات منع تسلل اللاجئين عبر البحر المتوسط، ولنترك كل لاجئي أفريقيا
وكل لاجئي العالم ليستوطنوا هناك ولنرفع الرد الفعل الاوروبي. دخول المساعدات امر لم يعد يمكن القبول به. مصر فتح المعبر من اول يوم، ومن يقف ضد دخول المساعدات هو اسرائيل، ومن يقف وراءه. هذا امر يجب ان يقف فورا. كلنا مع القضية الفلسطينية، كلنا مع فلسطين. فحب فلسطين لا يحتاج إلى تعريف، حب فلسطين هو حب بالفطرة. ولكن وإن كنت أنا شخصياً أختلف مع حماس تنظيمياً وفكرياً، ولكن المقاومة الباسلة التي تقف أمام العدو الصهيوني هو أمر يجب أن ندعمه، ويجب أن نؤكد أن حق الشعب حياة أصيل، وأن هناك فرق كبير بين الدفاع عن النفس وبين تحويل القضية من قضية شهيد واحد وقع من الشعب المصري في المقاومة الشعبية ومن القوات المسلحة المصرية. بشكل واضح سيادة الرئيس، أتمنى أن تنتهز الحكومة هذا الموقف الواضح التي تقف فيه الدولة المصرية كلها والشعب المصري بكل أطيافه خلف قيادتي لوقف هذه المخططات وهذه المؤامرة، وننتظر من هذه الحكومة أنها تكون على قدر هذا التحدي في مواجهة التحديات الاقتصادية وكافة السيناريوهات المتوقعة خلال الشهور القادمة لوقف كل هذه التصورات وكل هذه المخططات التي تدور حولنا. ومن هنا أنا أريد أن أستمع من السيد رئيس مجلس الوزراء حول كل الأفكار والإجراءات التي تفكر فيها الدولة والحكومة المصرية لمواجهة مخططات التهجير والتوطين داخل مصر بشكل واضح. وأقول بشكل واضح: يا بلاد النور، يا مهد النبوة، أزف النصر فلا تستسلمي، تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية. شكرا سيادة النائب عزيز مطر. شكرا رئيس. اسمح لي ان ارحب بمعالي دولة رئيس الوزراء. اتقدم لسيادتكم بالاصالة عن نفسي وعن اهالي شمال سيناء بكل التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا عايز بس اهالي شمال سيناء بتوجه لفخامة رئيس الجمهورية وتؤيده في قراراته الحازمة، طبعا يعني القرارات التي اتخذها في صالح القضية الفلسطينية كلها لصالح القضية الفلسطينية، وعدم قبول تصفية القضية الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطينيين. الكيان الصهيوني المخطط اللي هو قائم به على قصف غزة واضح وصريح، بيضربوا في شمال غزة حتى يتم تهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب للضغط على معبر رفح على قطاع غزة. فإحنا المخطط لن يتم ولن تدخل ولن تنتهي قضية فلسطين على حساب سيناء. سيناء اللي هي ارتوت دماء الشهداء من جميع محافظات مصر. كلنا السادة النواب والسيد الرئيس الجمهورية نتمنى من حضرتك وبنطلب ان احنا شهداء الوطن ودماء الشهداء لن يروح هدر. احنا عشنا 11 سنة في سيناء ما كناش عارفين لا في امن ولا امان. احنا لينا سنه بس حسينا بالامن والامان، وبنشكر القياده السياسيه على المجهود وعلى التنميه الحقيقيه اللي بتحصل في سيناء
منذ عصور لن نشهد أي مشاريع قومية على أرض سيناء، ولكن بعد نحل الإرهاب اللي هو كان أجندات تتنفذ من بعض الدول لتهجير أبناء سيناء من سيناء وضم وتهجير غزة إلى سيناء. إحنا نرفض تهجير غزة ونرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء. سيناء أرض ارتوت بدماء الشهداء، سيناء أرض كانت ممشى للرسل، سيناء لن نفرط فيها أبدا. أنا عايز أوصل ثلاث رسائل للعالم أجمع. أولا، الرسالة الأولى، لن نفرط في سيناء ولن نترك غزة، لن نفرط في سيناء ولن نترك غزة. الرسالة الثانية، نرفض نزوح الشعب الفلسطيني إلى سيناء. الرسالة الثالثة، سرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يا رئيس، أنا عايز أقول لك إن إحنا حاسين بشعب فلسطين، بشعب غزة. إحنا الضربات اللي إحنا في مدينة العريش، الضربات اللي بتحصل في غزة إحنا بنسمعها في العريش. العريش بعدها عن قطاع غزة 40 كيلو. الضربات اللي هتم من القصف الصهيوني بتوصل عندنا في العريش، المسافة بينها وبينها 40 كيلو. بيننا وبينها 40 كيلو. المباني عندنا بيحصل فيها تصعيد وبيحصل فيها خلل، ما بالك ان قطاع غزة يدمر بالكامل. المستشفيات، المدارس، كله يدمر. احنا من هنا بنوجه رسالة لفخامة رئيس الجمهورية ان مجلس النواب وشعب سيناء الأبي اللي هو حارب من اجل تضحياته لسيناء والارض وحفاظا على ارض سيناء، نرفض التهجير ونرفض حل القضية الفلسطينية. وشكرا يا رئيس. شكرا سيادة النائب عاطف مغاوري. شكرا سيد الرئيس، وتحية لدولة رئيس الوزراء لمصر الدكتور مصطفى مدبولي، وأقول له شاءت الأقدار أن تكون رئيساً لوزراء مصر في هذه اللحظة الحرجة، وسيسجل التاريخ. وقفتك وإدارتك لأجهزة الدولة التنفيذية وكافة إمكانيات الدولة لحماية أمن وسلامة الأراضي المصرية والوفاء التاريخي والأخلاقي والديني والقومي تجاه أهلنا في عموم فلسطين وبالأخص في غزة. سيد الرئيس، لقد شهدنا في هذه القاعة الجلسة التي تفضلت بافتتاحها ببيانك الرائع، ثم دعينا إلى جلسة طارئة لمجلسي النواب والشيوخ يوم 18 و19، وأيضاً نتابع كافة المواقف التي اتخذتها الدولة المصرية منذ اندلاع هذا العدوان في 7 أكتوبر، وحينما نتقدم بطلبات إحاطة مستخدمين أدوات البرلمان، نطالب الحكومة بأن تطلعنا على الإجراءات والتدابير اللازمة في مواجهة خطر ليس بخطر محتمل ولكنه خطر متحقق. هذا لا يعني أننا فريقين منفصلين، ولكننا فريق واحد. كل مصر على قلب الرجل الواحد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا الشعب المصري وهو في مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار ألمانيا، فإذ بالجماهير تتدفق إلى الميادين والساحات لتؤكد التفويض في مواجهة إرهاب الدولة، إرهاب الكيان الصهيوني، بعد أن انتصر الدولة المصرية بكامل أجهزتها وفي قلب منها قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية على إرهاب التنظيمات. حينما خرج الشعب المصري في شهر 7 عام 2013 ليفوض القيادة العسكرية بمواجهة الإرهاب، وكان هذا الإرهاب ليس منقطع الصلة بهذه الدولة الإرهابية،
لأنهم يسعون دائماً أن يجعلوا سيناء متنازع عليها أو محل عدم استقرار. هذا المخطط الذي يعلن عنه نهاراً جهاراً، فكرة التهجير والتوطين، هذا المخطط القديم الحديث الذي يتجدد بين فترة واحدة وأخرى ليس بجديد. تيودور هرتزل حينما جاء إلى مصر في عام 1903 بعد مؤتمر بازل بسويسرا، طلب من مصر حق انتفاع في سيناء لتسعة وتسعين سنة لشركة زراعية. الذي رفض هذا العرض وكيل وزارة الأشغال والموارد المائية، وكان بريطانياً لأن العرض يقول على مياه الأمطار والمياه الجوفية. سيناء كانت ضمن المشروع والمخطط الصهيوني العالمي للوطن المزعوم على دعوة أنها أرض التيه، وهي الأرض التي تلقى فيها سيدنا موسى الوصايا العشر. كانت ضمن أراضي أوغندا والأرجنتين وغيرها، لكن رفض هذا الاقتراح. بريطانيا استشعرت أن الكيان إذا أقيم في سيناء فسيتشاطأ مع قناة السويس وهي منطقة النفوذ البريطاني، فصارع وعد بلفور الذي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، الوعد المشؤوم الذي تصادف يوم الثاني من هذا الشهر 2 نوفمبر عام 1917 ليكون الوطن المزعوم في أرض فلسطين، ليفصل بين النفوذ الفرنسي في الشام والنفوذ البريطاني في قاعدة السويس. ثم يتلوه بعد ذلك عصبة الأمم تمنح بريطانيا حق الانتداب على فلسطين في 1922، وتخون بريطانيا هذا سك الانتداب، وتهيئ فلسطين لتسليمها تسليم مفتاح كما نقول للعصابات الصهيونية. سيدي الرئيس، هذا المخطط أعلن عنه وأطل برأسه في 54 و55 من القرن الماضي، لكن أجهض بفضل الحركة الوطنية الفلسطينية في غزة التي كانت تحت إدارة الحاكم العسكري لقطاع غزة، الحاكم المصري لقطاع غزة بعد أن آلت للإشراف المصري بعد 48. أيضا بعد احتلال سيناء في عام 67 أطل هذا المخطط حينما خطط ديان مع أركان الكيان الصهيوني، وحاول وعقد مؤتمر الحسنة في سيناء في عام 68، وقبل شيوخ وقبائل وعواقل سيناء أن يحضروا هذا المؤتمر، وطلب منهم ديان والكيان الصهيوني أن يعلنوا استقلال سيناء عن مصر. فإذ بشرفاء سيناء أبناء مصر الأبرار يعلنون في مواجهة وكالات الأنباء العالمية وفي حضور قيادات الكيان الصهيوني وتحت الاحتلال أن سيناء مصرية، ومن أراد أن يتكلم عن سيناء فليذهب إلى القاهرة ليتحدث مع الزعيم جمال عبد الناصر. فتحية لهؤلاء، وأن أبناء سيناء اليوم هم أبناء وأحفاد هذا الجيل الرائع. منظمة سيناء العربية التي كانت الظهير الحقيقي خلف خطوط العدو لدعم جهود مصر لاستعادة سيناء. سيدي الرئيس، إن استعراض الجرائم الصهيونية على مدار 100 عام وبالأخص ما بعد 48 وحتى اليوم، وخاصة في هذه اللحظات التي تجاوزنا فيها الشهر والنصف من المجزرة والمحرقة الصهيونية تجاه شعب فلسطين، في ظل صمت مريب متآمر طلب بكل المواثيق الدولية عرض الحائط. نحن سيد الرئيس، وأخاطب رئيس وزراء مصر التي تأكدت المواقف تلو المواقف عبر بيان الخارجية المصرية في اللحظات الأولى للعدوان، وحديث وتصريحات السيد الرئيس
في كافة اللقاءات والمؤتمرات الصحفية، منها مؤتمر السلام الذي عقد في أعقاب العدوان، وأيضا القمة العربية الإسلامية، وأيضا حديث دولة رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي في منفذ رفح. إن هذه المواقف كلها محل تأكيد، ونحن هنا نعلن، لأن من 46 سنة في شهر نوفمبر عام 1977 ألقى الرئيس السادات خطابا، قال صيحته ونداؤه للسلام، وإذ به يلبي الدعوة في 19 نوفمبر، يعني أول أمس، الذكرى السنوية للزيارة، زيارة الرئيس السادات للقدس وخطابه أمام الكنيسة الإسرائيلي. كنا ضد الزيارة وما تناهى من اتفاقيات، وما زلنا نؤكد أننا ضد هذه الاتفاقيات لأنها تنتقص من أمن وسيادة مصر، وأن ما فعلته ما فعله الكيان الصهيوني على مدار تلك السنوات هو نقض للاتفاقية وخروجا على الاتفاقية، مما يستوجب أننا كنا في هذه القاعة. تم التصويت على هذه الاتفاقية، واليوم أطالب نواب مصر وشعب مصر العربي أن نعيد النظر في هذه الاتفاقية على ضوء التطورات التي تحدث في الواقع وفي الموقع وفي الإقليم والأخطار التي تهدد مصر، تمهيدا لإلغائها. سيد الرئيس، إننا أستعير كلمة من كلمات الرئيس السادات أمام الكنيسة الإسرائيلي حينما قال لهم: إنني لم آتي إلى هنا من أجل عقد اتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل، لأن أي سلام منفرد لن يقيم السلام العادل في المنطقة ما دامت المشكلة الفلسطينية بغير حل. سيد الرئيس ومعالي دولة رئيس وزراء مصر، مصر حاربت في 48، لم تكن هناك إسرائيل ولم تكن هناك أرض مصرية محتلة، ولكن قاتلت مصر من أجل حماية شعب فلسطين من إقامة دولة صهيونية نقيطة على حساب شعب فلسطين وضد المذابح التي ارتكبت في حق شعب فلسطين. مصر قاتلت في عام 56 لأننا مصر أرادت أن تستخدم حقها في تأميم قناة السويس واستعادة سيادتها على قناة السويس، فإسم إسرائيل تتحالف مع بريطانيا وفرنسا ويشنون عدوان ثلاثي شهد له كل العالم بمدى الصمود ووقفة الرئيس جمال عبد الناصر من على منبر الأزهر، قال: أولادي في القاهرة ولن يغادروا القاهرة، وهنحارب وهنحارب، وانتصرت إرادة السلام وإرادة الحق على إرادة العدوان. ثم في عام 67 اعتدى علينا وهزمنا في عام 67، ولكن لا صوت يعلو على صوت المعركة. تم إعداد الجيش المصري، تم إعداد الجيش المصري لحرب الاستنزاف حتى تحقق النصر العظيم في 6 أكتوبر عام 73. سيد الرئيس، مصر قادرة، مصر تستطيع، والذين يهولون ويدعون إلى تقسيم مصر نقول لهم: أنتم لا تعرفون قدر مصر، لأن شعب مصر قادر أن يتناسى كل المشاكل. أن ما يحدث في قطاع غزة هو قضية فلسطينية حقيقة، لكن هي في الأصل وأصل الصراع هي قضية مصرية، لأن هذه النيران التي تحدث في غزة هي نيران موجهة لمصر وتستهدف أرض مصر. سيد الرئيس، إن طلب الإحاطة التي تقدمت به للسؤال عن التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة والدولة المصرية للحيلولة دون استكمال المخطط الصهيوني، لأن التهجير يتم الآن، ومشاهدنا لقوافل الفلسطينيين الذين يسيرون على الأقدام وتحت نيران العدوان، ومنهم من يرفع الراية البيضاء، يذكرنا بنكبة 48 التي كانت بالأبيض والأسود ولم تكن عبر الفضائيات. اليوم نراها بالألوان وعبر شاشات الفضائيات والأقدار الصناعية. لذلك
أطالب السيادة المصرية سيد الرئيس أن تحيط مجلسنا ما هي التدابير لا قدر الله لتحول دون استكمال هذا المخطط، لأنه لو استكمل سيضع مصر أمام خيارات أحلاها ضم أحلاها ضم. عاشت مصر وحفظ الله شعب مصر وجيش مصر وحفظ الله فلسطين، وتحية لأبناء شعبنا في فلسطين. وأقول لهم في ختام كلمتي أناديكم وأشد على أيديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم، فنعالكم أشرف من أشرف أركان العدوان عليكم. سيدي دولة رئيس الوزراء، اسمح لي بتقدير لموقف حكومة مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية أن أخلع هذا المشاح، مشاح فلسطين، لطوق به عنق رئيس وزراء مصر، تأكيداً أن مصر مع فلسطين في خندق واحد حتى تحقيق. السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس المؤقت، اسمحوا لي لكل ضمير وطني مستريح أن نرتفع جميعاً فوق مستوى أي خلاف اقتصادي أو سياسي داخلي مع الحكومة. هذا التوقيت الفارق في تاريخ مصر وفي تاريخ الأمة يتطلب وحدة صف وتحديد واضح وصريح ومباشر للأمن القومي المصري ولحدود الأمن القومي العربي. سيادة الرئيس، لدينا تساؤلات كثيرة لا نجادل فيها الحكومة، ولا بد أن احنا نحدد فيها مواقفنا الواضحة. لدينا اتفاق نحن نختلف معه، هو اتفاق مكبل للدولة المصرية نتج عن هذه المعاهدة. في البند الثاني من هذه الاتفاقية بيحدد قوات العدو في المنطقة دالي، وهذه الحدود وهذه القوات محددة على سبيل الحصر وبكيفية يتم تجاوزها مصريا. فإذا كان هذا الاتفاق لم يعد له محل من الإعراب، فعلينا أن نمزقه من أجل الأمن القومي المصري والعربي، لأن احنا لدينا قوات مسلحة نثق في عقيدتها الوطنية، ونتأكد تماماً أن الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري صوب أعينها دائماً أبداً. فحالة الاصطفاف الوطني ليس اصطفاف استثنائي، ومن ثم يتعين علينا أن نتفاهم مع الحكومة حوالين هل لا تزال الدولة المصرية جزءاً مما يسمى صفقة القرن؟ الإجابة لدى رئيس الحكومة. أنا أؤكد أننا لا يجب أن نكون ضمن أي صفقة تصفوية، لا للقضية العربية ولا للقضية الفلسطينية ولا لتهديد الأمن المصري. ليس الخطر الوحيد هو التهجير القسري. لا نستطيع بحي أي حال من الأحوال أن نعزل السويعات والأيام الأربعون الماضية بمعزل عن ما يحدث منذ 100 عام. لن أعيد حديث التاريخ فالكل يحفظه، ونشكو الأحداث لأنها أصبحت حجلة، بما يجعل هذه القضية في وجدان كل طفل وشاب يتوارثها حتى تحقيق النص القادم لا محالة. ودي مش كلمات لدغدغة المشاعر. كنا عندما نتحدث في الماضي وتحدث زعماء بأن
لا حل إلا بفلسطين دولة عربية من البحر. جيل النصر سيأتي بهذا النصر في يوم من الأيام. علينا أن نورث أبنائنا هذه المفاهيم. إن كنا أمام واقع إقليمي ودولي بيقول إن إحنا نتعاطى وفقاً لمعطيات الأمر الواقع، علينا أن نحسنه، ومن ثم يأتي الحديث عن المعبر. الحديث عن المعبر، أنا أعرف أن المعبر جزء من اتفاق، وهذا الاتفاق له ملاحق أمنية. إذا كان هذا الاتفاق يهدد الأمن القومي المصري، فعلينا أن نفرض سيطرتنا على المعبر من الجهتين. هذا التزام. لا ندع الضغط يصل إلى معبر رفح ليحدث الانفجار فنطالب الحكومة ونسألها ماذا أنت فاعلة. سنكون أمام مشهد إنساني يصعب على أي صاحب ضمير حي أن يتخلى فيه عن الممنوعات الوطنية والقومية. فدفع القوة بفرض قوتنا هنا ليس في توريط برضو لمصر. علينا أن نفرق ونضع الحدود ما بين الأمن القومي، وأن تغيير المعادلة لا ينتقل إلا للداخل. لا نستقبل لدينا فقط ما هو واجب إنساني ووطن، إنما فرض الأمر الواقع على دولة نازية هي وريثة الاستعمار الماضي وحليف الاستعمار حالي، وهي حليفة كل الاستعمار لتصفية المنطقة، ومصر هي الجائزة الكبرى. هم كاتبين وقايلين، هم عارفين بيعملوا ايه. هو اللي بيحدث في ليبيا بمعزل عن اللي بيحصل كان في دارفور، عن اللي بيحصل مع سد النهضة. كل واحد إدارة واحدة. وأنا آسف أن أحدثكم للمرة العاشرة في هذا، وفي ظل تواطؤ إقليمي للأسف يسقط الكثيرون في تطبيع مذل. احنا موقعين اتفاق من أكثر من 50 سنة، وهو ممزق في يد الشعب المصري لم يتعاطى معه. هي دي مصر، هي دي مصر بقوتها النعمة، هي دي مصر بقوتها المسلحة، هي دي مصر ببرلمانها وبناسها وبنوابها وبحكومتها برضو. احنا ما بنختلفش على الأمن القومي المصري، وما بنشككش في العقيدة الوطنية حتى لحكومتنا ولا لقواتنا المسلحة. مقررات العلا، علينا أن نعلم أن احنا لسنا طرفا في مقررات العلا، وما عندناش حكايه الدين الابراهيمي بتاعهم ده، ولا نعرف عنه حاجه. احنا نعرف الاسلام والمسيحيه واليهوديه، ما نعرفش حاجه اسمها الدين الابراهيمي، ولسنا شركاء في هاشم، وليس شركنا في يوم من الايام شركاء لجاره كوشنا، ما احناش شركاء لدول. ومن ثم عايزين اجراءات اكثر ايجابيه هم بيفهموها. سحب السفير ليس بالامر الهين. طرد السفير الصهيوني من مصر ليس بالامر السهل، ولكن لابد ان ناخذ هذه المواقف. وليس فيها توريط للدولة المصرية، ولكن مش هيخفف الضغط عما يحدث. بيقصفوا المستشفيات والمدارس والأونروا، وصفوا الداخل بالكامل. المشهد بعد أسبوعين رايح فين؟ هيحصل إيه يعني؟ مفيش حاجة فيها استنتاج. أنت في مواجهة، وأصبحت الدولة المصرية في مواجهة حقيقية. مش بنطلب لرئيس الحكومة ولا بنطلب من الحكومة ان هي تقول لنا وبمعزل عن البرلمان. احنا قلنا احنا في حالة الصفاف. الشعب المصري اعلن ده، البرلمان المؤسسة التشريعية بتعلن ده، رئيس الجمهورية اعلن ده. حالة الصفاف دي هي مصدر القوة بتاعتنا. عارفين ان في الحالة دي ان هيكون في تكلفة، واحنا مألومين اقتصاديا وبنحاول ان احنا نستنهض قوانا، مفيش شك. ولازم اذا كان ولابد من دفع الفاتورة، فاحنا مستعدين من غير توريط للدولة المصرية ان احنا ندفعها. ليس من باب المجازفة، ليس من باب المجازفة، ولكن من باب ان مصر ديت ليست كلمات وفقط. مصر دي ضربة بجذورها في عمق التاريخ. مصر ديت هي الدولة القادرة على فرض وتغيير قواعد اللعبة الإقليمية. استطعنا ونستطيع. ولذلك كمان لازم رئيس الوزراء الأحاديث اللي تتداولها وسائل الإعلام الدولية حوالين منح قروض 10 مليار رايحين، ناس هتحط ودايع، ناس مش هتسحب ودايع. لابد أن نفصل ما بين ما هو مستحق اقتصاديا، لأن مصر برضو مش دولة صغيرة ولا احنا بنستجدي أحد. أمن مصر كمان الاقتصادي هو مسؤولية العالم ومسؤولية الشركاء الإقليميين. أنا حايش عنكم كتير،
مصر حايشة عن أوروبا وعن شركائها الإقليميين كتير. نحن لا نستدعي أحد ولا بنطلب عطايا من أحد، ده فرض عين على الجميع من حقوق ما كانوا ليستطيعوا أن يحصلوها لولا أن هناك دولة كبيرة تسمى مصر في هذه المنطقة. هي دي مصر يا سيادة الرئيس، هي دي مصر دولة رئيس الوزراء. هنا في هذا التوقيت محتاجين إجابات واضحة النهاردة تطمئن البرلمان وتطمئن الشعب المصري وترسل رسائل واضحة للخارج. الاستهانة بالأمن القومي المصري والأمن القومي العربي مع جرائم النازية في التصفية للقضية العربية وسقوط الشهداء تحت أبشع جرائم الاحتلال لم يعد هناك قانون دولي. اتفاقية جنيف انهارت، ملاحق اتفاقية جنيف لم يعد لها وجود، المؤسسات الدولية لم يعد لها قيمة، الجناية الدولية لم يعد لها قيمة، كل هذه المؤسسات وأوراقها سقطت في وحل التاريخ أمام صمود الشعب العربي الفلسطيني في غزة. عاشت غزة وعاشت فلسطين وعاشت القدس وعاشت الأمة العربية وفي القلب منها مصر عاصمة العجوبة أبد الأبدين. شكرا سيادة الرئيس. شكرا سيادة النائب طارق رضوان. شكرا دولة الرئيس السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. حقيقة في بداية كلمتي أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس النواب على استجابة سيادته لعقد جلسة خاصة لمناقشة طلبات الإحاطة، ويمكن طلبات الإحاطة التي تقدمت بها جميع الأطياف السياسية سواء كانت من الأغلبية أو من الأحزاب المعارضة أو من المستقلين جاءت استجابة لنبض الشارع، جاءت استجابة لصوت المصريين. قبل أن أعرض طلب إحاطتي أود أن أؤكد رفض مصر التام، شعب مصر ونوابه، لأي محاولة إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. اثنين، أمن مصر القومي هو خط أحمر وضع منذ عشرات السنين، راح ضحيته العديد من الشهداء منذ عام 48 والحروب التي استتبعت هذا إلى أن حررت أرض مصر، ولكن بقيت في قلب مصر وفي عقل مصر القضية الفلسطينية القضية رقم واحد. الشيء الثاني يا رئيس اللي عايز أقوله أنه الحرب على غزة عندما اندلعت في 7 أكتوبر كانت حالة من الضبابية في العالم كله، ولكن لحسن الحظ أعيدت القضية الفلسطينية الأجندة رقم واحد ليس فقط في مصر ولكن في قلب ونبض الدول العربية. شفنا ده في عيون أولادنا، شفنا ده في شباب مصر، شفنا ده في جامعات مصر، شفنا ده في استنفار الشعب المصري 10 مليون ويزيد في ميادين مصر في مجرد تلويح أن هناك حالة غضب من الشعب المصري تجاه ما يحدث من صلف وانتهاك لشعب الفلسطيني العازل. معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، شرفت بمرافقة سيادتكم إلى زيارة إلى العريش والمعبر، والحقيقة محتاج من سيادتك توضيح لزميلاتي وزملائي في المجلس لكي نستجلي حقيقة الأمر فيما يحدث في سيناء. حقيقة المحور الأول الخطة الاستثمارية وما قامت به الدولة عقب حرب ضروس على الإرهاب استمرت منذ عام 2013 وحتى فترة قريبة. كان هناك رؤية للقيادة المصرية في شأن إعادة بناء وتجهيز شمال سيناء لكي تكون منطقة جاذبة واعدة للاستثمار. كنا كلنا بنستغرب ايه حجم الاموال اللي بتستثمر في شمال سيناء. شفنا بنية مرفقية وشفنا بنية تحتية وشفنا صرف صحي وشفنا مدارس، شفنا مستشفيات وشفنا وحدات صحية وشفنا شبكات طرق. وسيادتك تفضلت يمكن بالحديث عن الخطة الاستثمارية الثانية التي ستكون فيها محاور لربط البحر
الأحمر شرقاً بالبحر الأبيض المتوسط شمالاً بشبكة قطارات لنقل أو سهولة وسرعة نقل البضائع لخلق شرايين استثمارية جديدة. الحقيقة رئيس أنا عايز من منبر التشريع في مصر ومن مكاني هذا أن أتقدم بخالص التحية والتقدير إلى رجلاً وضع حياته على كف يديه واتخذ قرار بإعادة الإعمار، فتحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قاد مسيرة إعادة الإعمار بجدارة. كنا بنسأل نفسنا هو احنا بنصرف الكلام ده في شبكات الطرق ليه؟ وبنبني شبكات مرفقية ليه؟ وليه 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 وليه؟ وكل الأسئلة دي موجودة عندنا في بيتنا وفي دوائرنا وفي كل حتة. النهاردة لما كنت في الزيارة مع سيادتك كنت فخور جدا بحجم الإنجاز، والمحور الثاني اللي أنا بتكلم عليه الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر من أجل حماية أمنها القومي. شفت جيشي لأول مرة في ظهري وأنا عند المعبر، فتحية للجيش المصري. المحور الثالث والأخير كي لا أطيل على سيادتكم، حجم المساعدات التي تقدمت بها مصر إلى قطاع غزة. مش هتكلم على شهداء، مش هتكلم على دماء في التاريخ، أنا بتكلم في الفترة من 7 أكتوبر وحتى الآن. شفت شباب موجود هناك مرابط ومصر إلى إدخال حزم المساعدات وقطارات المساعدات سواء كان من موادات الإغاثة أو المحروقات اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية في قطاع غزة. حقيقة شفت شباب بيغرس فيه الانتماء للوطن وللقضية الفلسطينية. الحقيقة شفت مصر مرة أخرى في ظل التحديات بتقطع من قوتها ومن قوت عيالها، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر عشان أساعد إخواتي في غزة. ده مش قليل ولا مستهان به في حجم التحديات اللي احنا بنمر بيها. ده تماما زيه زي الحرب في 73، وزيه زي انتماء مصر للقضية، وزيه زي كون مصر عمود خيمة الوطن العربي. كانت وستظل القضية الفلسطينية الأجندة رقم واحد، ومن هذا المنبر أعتقد أن القضية أصبحت جاهزة لأخذها إلى منابر أخرى، منابر المحاكم الجنائية الدولية. نجرب مرة واثنين وثلاثة، شفنا شعوب كانت واخدة رؤى معاكسة تماما إلى القضية الفلسطينية ومساندة بشكل أعمى وفظ للانتهاكات الإسرائيلية، ويمكن تعاطفت الشعوب في هذه الدول وبدأت تتحرك في شكل مظاهرات وضغط على الحكومات فتغيرت الرؤى. دعونا لا نفقد الأمل، دعونا لا نفقد الثقة في القضية، دعونا لا نفقد الثقة في قيادتنا السياسية. بشكر سيادتك دولة الرئيس، شكرا يا فندم. شكرا. الآن يتفضل سيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالرد على موضوعات طلبات الإحاطة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة الوكلاء ورؤساء اللجان النوعية، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أشكر حضراتكم على إتاحة هذه الفرصة لاستعراض موقف الدولة المصرية والجهود التي تمت في الفترة الماضية وبتتم وستتم لدعم أشقائنا الفلسطينيين على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والمجتمعية. لقد تابعت باهتمام كل الطلبات الإحاطة
الموجهة من جانب عدد من السادة النواب الموقرين بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والتي تعكس فهم دقيق وواضح لما تواجهه مصر من تحديات وما تتعرض له من ضغوط اقتصادية وسياسية. عدد من السادة النواب قالوا احنا لازم نتوقع ان هيبقى هناك ضغوط اقتصادية علينا في الفترة الجاية، لكن انا عايز اقول لحضراتكم ان الضغوط دي موجودة بقالها فترة، وارجو ان احنا نبقى كلنا واخدين بالنا من الكلام. في ظل ظروف عالمية صعبة جدا، دائما بتكون هناك محاولات للنيل من الدول اللي يكون هناك رغبة لفرض اي اجندات عليها، ودائما يكون هناك محاولة النظر ما هي نقاط الضعف الممكن ان احنا نخترق بها هذه الدولة. مصر على مدار الفترة السابقة ومنذ 2011، مش عايز اتكلم واطيل لان معروف ما هي كانت الاجندة وما تتعرض ليه من ضغوط، وستظل تتعرض لهذه الضغوط. وبالتالي كانت رؤية القيادة السياسية اللي زي ما قال عدد كبير من حضراتكم ما كانش مفهوم هو ليه هذه السرعة الرهيبة في تنفيذ المشروعات القومية وفي بناء وتقوية الجيش المصري. وأعتقد النهاردة مع اللي بيحصل حوالينا في خلال العامين الماضيين على المستوى العالمي والمستوى الدولي والإقليمي أصبحت الإجابة واضحة ليه كل ده كان بيتعمل وبالسرعة دي. الضغوط اللي بتتعرض بيها المنطقة والدولة المصرية ضغوط ليست بالقليلة، ولكن الدولة المصرية كانت تعي تماماً حجم التحدي. وعشان كده خلوني في إطار هذا الموضوع أأكد على حقائق واضحة. أولاً إن التضامن والدعم المصري الكامل قيادة وشعباً للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري التاريخي والذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية. أعتقد مصر، مش عايز أبالغ إذا أقول إنها كانت الدولة الوحيدة التي ليس لها أجندة خاصة تجاه هذه القضية، بل على العكس مصر ضحت وبتضحي وحتضحي من أجل صالح الشعب الفلسطيني، وبتقف يعني على يعني حياد تام وعلى يعني مساواة مع كل الأطراف الفاعلة في الشأن الفلسطيني الداخلي، وبنتعامل معهم جميعا لصالح الشعب الفلسطيني. دي حقيقة واضحة إن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بترتكز على اعتقاد جازم أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى حل الدولتين، حل عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين عواقبها الحالية والمستقبلية ستكون وخيمة، ومن ثم لا بديل إلا إحياء المسار السياسي نحو حل الدولتين. ومن منذ اليوم الأول للمواجهات وإحنا مع محاولات وكل محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر إن إحنا لابد من التحول الفوري مرة أخرى لحل المسار السياسي ومناقشة والوصول إلى الحل الدائم لإنشاء دولة فلسطين. وعايز أذكر شيء مهم جدا، إن كانت من نتائج انتصار قواتنا المسلحة الباسلة في حرب 73 ليس فقط استعادة الأرض المسلوبة في سيناء، إنما كان هناك تغيير حقيقي في ميزان القوى في العالم، حيث إن هذه الحرب كانت دافع قوي لتأكيد الحق العربي في فلسطين.
حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر 74 قرار تاريخي أكدت فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والسيادة واستعادة حقوقه المسلوبة. وفي عام 1979 توصلت مصر وإسرائيل لتوقيع معاهدة سلام، واللي أكدت على أن السلام الدائم والعادل في المنطقة لن يتحقق باتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل، وإنما بحل شامل لجميع أوجه النزاع في المنطقة والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 67، والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، وأن تكون المعاهدة أساس للسلام ليس فقط بين مصر وإسرائيل بل أيضاً إسرائيل وباقي جيرانها العرب. واستمراراً لدعم القضية الفلسطينية منذ تولي سيادة الرئيس المسؤولية، وهو بيقوم بكل الجهد لدعم هذه القضية بصورة واضحة تماماً. وعند اندلاع الأزمة الحالية اللي احنا كلنا بنشهدها، كان سيادته أول من دعا لعقد قمة، وهي قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد فيها سيادته على التالي عشان نأكد بوضوح شديد مواقفنا والدولة بتتحرك إزاي. قال إدانا بوضوح كامل لاستهداف وقتل وترويع المدنيين المسالمين من أهالينا، عدم إغلاق معبر رفح في أي لحظة، الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الإراضي المصرية في سيناء، الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً. وأكد سيادة الرئيس في مؤتمر القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية في الرياض إن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ويجب إيقافها فوراً. السيد الرئيس بيستمر في قيادة تحركات الدولة المصرية في مختلف المسارات سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً لوقف هذه الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني. والتحركات دي كلها مرة أخرى هي استمرار لدور مصر التاريخي الداعم للقضية، واللي بيمتد لعقود طويلة وحضراتكم كلكم قلتوها، وبتنطلق من ثوابت راسخة على رأسها الحق العادل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدوده في 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وانطلاقا من هذا أعلنت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى إدانتها الكاملة للجرائم اللي بيقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفي حق الفلسطينيين وسكان قطاع غزة، وانتهاكاته الواضحة للقانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق الدولية. مصر ترفض تماماً استهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية والتدمير اللي بيحصل مستشفيات ومدارس ودور عبادة مساجد وكنائس، واللي بتتمتع بحماية دولية وفقاً للقانون الدولي الإنساني. كما أكدت مصر رفضها لسياسة العقاب الجماعي اللي بتفرضها إسرائيل في كل مكان في قطاع غزة. وفي هذا السياق أود أن أشير إلى أن تحركات الدولة شملت كافة المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار، حيث يتم التنسيق على مدار الساعة، مش هقول على مدار اليوم، مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل هذه الأزمة ووقف التصعيد في الأرض الفلسطينية، وذلك من خلال لقاءات عديدة جداً. وطبعاً سيادة الرئيس كان له النصيب الأكبر من لقاءات واتصالات مكثفة حرص كبار قادة العالم على إجراءها مع فخامة الرئيس. وهنا أحب أؤكد على شيء مهم جداً، إن مصر على ثقة كاملة أن الأشقاء الفلسطينيين واعون ومدركون تماماً أن الموقف المصري يخدم بشكل مباشر القضية الفلسطينية ويفشل أي محاولات لتصفيتها. وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية اللي في قطاع غزة، ضغطت مصر منذ بداية الأحداث من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لأهل القطاع من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث بلغ حجم المساعدات الإنسانية اللي قدمتها مصر لقطاع غزة أكثر من 11,200 طن، ده لغاية يوم 19 نوفمبر، يعني من يومين.
من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام ووقود وغيرها من المساعدات والاحتياجات لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن إخواتنا من الشعب الفلسطيني في غزة. الرقم ده مع الأزمة الاقتصادية المصرية، الأزمة اللي احنا كلنا بنقول عليها في أزمة اقتصادية، لكن الرقم ده بيمثل تقريباً 4 أضعاف اللي أكتر من 30 دولة بعتته للشعب الفلسطيني. كل اللي جالنا حتى هذه اللحظة 3000 طن من كل دول العالم. احنا قدمنا 4 أضعاف هذه الكمية وبنستمر، ويمكن كانت آخر مساعدات قدمتها مصر في مطلع الأسبوع الحالي من يوم السبت لما شرفت بوجودي لإطلاق أكبر قافلة بتتعمل في وقت واحد لغزة من 200 عربية وشاحنة بتحمل 2500 طن مرة واحدة. وعايز أكد لحضراتكم استمرار هذه النوعية من القوافل الضخمة، والأسبوع الجاي هيبقى فيه واحدة أخرى وحتستمر الإعانات والمساعدات لأهالينا هناك. أيضا اتعملت خطة كاملة لمساعدة المصابين والجرحى من أشقائنا الفلسطينيين اللي هيجوا والكل اللي هيدخلوا من خلال معبر رفح. أنا عايز أقول لحضراتكم حتى هذه اللحظة احنا استقبلنا 8200 واحد دخلوا لنا من المعبر من كل الجنسيات، تم مناظرتهم طبيا، والنهاردة في مستشفيات المصرية هناك 383 مصاب فلسطيني آخرهم 28 طفل من الأطفال المبتسرين اللي نجحنا بجهودنا وضغطنا ان احنا نجيبهم عشان يتم علاجهم هنا داخل مصر. انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا حاطين كحكومة خطة واضحة جدا بأنصاق للخدمات الطبية عشان نساعد أهالينا في غزة. انا بتكلم على كل مستشفيات شمال سيناء مستعدة كنسق اول، وبعدها مستشفيات قناة السويس، مستشفيات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، والنسق الثالث القاهرة الكبرى عشان كل العمليات الجراحية الدقيقة والمتخصصة تبقى احنا قادرين بمجرد دخول الجرحى ان احنا نقوم بيها. احنا مجيشين اكتر من 30,000 من الاطقم الطبية على مدار 24 ساعة عشان يخدموا اهالينا من جرحى اهالينا في غزة. ده بالاضافة لكل المستلزمات الطبية والادوية اللي احنا بندخلها. في نفس الوقت انا بقدم بالشكر لمجتمعات لمنظمات المجتمع المدني المصري على الدور الانساني العظيم اللي بيقدموه من خلال المساعدات الانسانية اللي كانت بيقدموها وحيظلوا يقدموها. انا كنت سعيد جدا وانا موجود يوم السبت ان بيتقال لي ان عدد كبير من المساعدات اللي موجودة في هذه القافلة الطبية الكبيرة اللي كنا بنطلقها لغزة مش فقط من مؤسسات المجتمع المدني ولكن من ناس فرادة جم لغاية الموقع بيقدموا مساعدتهم لكل أهاليهم في غزة. دي غريزتنا ودي طبيعتنا كمصريين تجاه هذه القضية وتجاه أشقائنا في غزة. وعايز أكد بقى هنا نقطة مهمة جدا يمكن عدد من حضراتكم قالها، معبر رفح المصري لم يغلق في لحظة واحدة، لأن اتقال في وقت من الأوقات أنتم مانعين دخول المساعدات ليه؟ الكلام ده غير صحيح، وده جزء من حروب الجيل الرابع، التشكيك في الجهود اللي بتقوم بيها الدولة المصرية وفي أي حاجة النهاردة بتتعمل. تاني أنا بأكد، معبر رفح المصري لم يتم غلقه لحظة واحدة، ولازم نبقى نوضح اللبس اللي موجود لدى العديد من الأطراف الخارجية، وكنا بنقول لهم هذا الكلام ومن كل من بعض وسائل الإعلام اللي بتعمله عن أحيانا سوء نية. مصر مش موجود هناك معبر واحد ولكن هناك معبرين، معبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني، وللأسف معبر رفح من الجانب الفلسطيني ضرب أكثر من مرة منذ بدء الأعمال لمنع وإعاقة دخول وخروج سواء الجرحى أو المستلزمات والإغاثات المطلوبة، ولكن كنا حريصين كل الحرص على المساعدة في إعادة تأهيل هذا المعبر من الجانب الفلسطيني، ولكن حتى هذه اللحظة المشكلة الحقيقية في المعبر الفلسطيني هو
تحكم الجانب الإسرائيلي في دخول وخروج المستلزمات بطرق مختلفة، ودي اللي احنا بنمارس فيها كل الضغوط. والحمد لله نجحنا في خلال الفترة السابقة على إدخال حجم كبير جداً من المساعدات في هذا الشهر. السيد رئيس مجلس النواب الموقر والسادة الأعضاء، لقد طرح السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر القاهرة للسلام اللي عقد في أكتوبر الماضي خريطة طريق لحل الأزمة الرهيبة. هذه الخريطة مكونة من 3 محاور: إدخال المساعدات الإنسانية، التهدئة الأمنية، والمفاوضات السياسية. وأصبحت هذه المخرجات أساس لتوحيد الجهود العربية والدولية من أجل تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. في الوقت نفسه واجهت مصر المخططات الرامية لتوظيف هجوم 7 أكتوبر، إذ أدركت أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين باتجاه سيناء، لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع، لتحوله إلى قنبلة بشرية قابلة للانفجار في اتجاه مصر. وإزاء هذا المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر هي خط أحمر غير قابل للنقاش. الشعب المصري خرج وعبر بكامل إرادته عن رفضه بشكل قاطع لمخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية أو غيرها، وذلك لما لهذا المخطط من تداعيات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي، ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية، بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم كله. ودي كانت الرسالة اللي قالها كل المسؤولين في مصر، بدءا من فخامة الرئيس لرئيس الحكومة للوزراء لكل اللي احنا قابلناهم على المستوى الدولي. احذروا، لأن هذا النزاع وامتداده وتوسعه هيطول العالم كله، مش هيبقى فقط على قد المنطقة. ووقفت مصر حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري، والتي ظهرت في تصريحات كلكم اتكلمتوا عليها، وكلها كانت تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا، واللي احنا كنا بنسمع احيانا انها بتتسرب ويطلع بعد كده تكذيب بصورة او باخرى ان مش مقصود بيها هذا الموضوع بصورة علنية. ومع ذلك خرج مسؤولين وقالوا بصورة واضحة ان لا، هو ده المخطط اللي احنا بنصبو اليه وبنطمح اليه. ولكن من خلال الدبلوماسية والموقف المصري الثابت بهذا الموضوع من اول يوم، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح، بل تبنت وجهة النظر المصرية. واعتقد حضراتكم لمستم التصريحات الرسمية للعديد من زعماء دول العالم اللي ابتدوا يتبنوا تماما الموقف المصري اللي بدأت مصر كان بتقول فيه من اول يوم. السادة اعضاء المجلس الموقر، يعني في سياق موضوعنا اللي احنا بصدده وما يتم تداوله من محاولات تهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين من قطاع غزة، هناك عدد من المحددات الأساسية اللي بتحكم الموقف المصري تجاه هذه المسألة، عشان بس ما نبقاش فيه أي جدل ولا حتى تفكير قدام أي حد فيه. أولاً، حماية الأمن القومي المصري، باعتبار أن التهجير القسري إلى سيناء هو أمر يمس السيادة المصرية، وهو أمر مرفوض تماماً. حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، لأن أي موجة جديدة من التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هو بمثابة تصفية للقضية بالقوة المسلحة، خاصة في ظل وجود تيارات سياسية متشددة تسعى لتوظيف ما حدث يوم 7 أكتوبر لتصفية القضية. حضراتكم قلتوا، يعني أحد السادة النواب هنا اتكلم على شيء مهم جدا، قال بيتقال طب ما مصر مستقبلة 9 مليون، يعني ضيف زي ما سيادة الرئيس دايما بيقول، ايه اللي هيدير مصر ان كمان تبقى معاها 2 مليون؟ لا، الموضوع هنا فرق جوهري. احنا على مدار الفترة السابقة ولغاية النهاردة والبكرة وللمستقبل، معبر رفح مفتوح
وفي الظروف العادية أهلا وسهلا بأهالينا وأشقائنا من الفلسطينيين. لكن قبول مصر بدخول 2 مليون فلسطيني يبقى معناها إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية للأبد، وهو ده أمر مرفوض تماما. الحق النقطة الثالثة، مصر لن تغير موقفها، لم ولن تغير موقفها. اليقين الراسخ للدولة المصرية هو حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يوليو وعاصمتها القدس الشرقية. اسمحولي الجزء ده أرجو إن إحنا نعي كل كلمة هتتقال فيه. الدولة المصرية أخذت مجموعة من الإجراءات المهمة منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لوقت أي محاولة للتهجير القسري. أولاً أكدنا على الرفض القاطع والحاسم لأي محاولة، وأكدنا هذا الموقف عشرات المرات على كل المستويات وفي كل المناسبات اللي تمت منذ بدء العدوان، حتى يكون هذا الموقف واضح للجميع ولا لبس فيه وقطع الطريق على أي محاولات للالتفاف على هذا الموقف. ومن هذا المنبر الموقف أؤكد مرة أخرى، مصر ترفض بشكل تام ومطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وترفض أي وكافة الإجراءات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على ذلك، وتعتبر ذلك الأمر تهديد للأراضي والسيادة المصرية. وبناء على هذا فإن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها. وأن مصر وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفقاً لأحكام القانون الدولي. مصر موقفها ثابت من احترام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالتصرفات الحالية في قطاع غزة وما قد تشكله من تهديد غير مباشر للدولة المصرية. لقد حذرت مصر مراراً وتكراراً من أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأي تطورات تجري في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة من شأنها خلق تحديات أمنية عالمية، سواء على مستوى الظواهر الإرهابية أو الهجرة غير القانونية. ولعل التطورات الأخيرة اللي بتشهدها منطقة البحر الأحمر نتيجة لتداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة تؤكد ما حذر منه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وحيفتح الباب أمام صراع أوسع نطاقاً وحيجر الإقليم لمزيد من التوتر. ويتعين على أشقائنا الفلسطينيين أن يعوا أن الموقف المصري يخدم وبشكل مباشر ضرورة صمودهم على أراضيهم وعدم تركها أبداً. وعلى الشعب المصري ونوابه الموقرين أن يتفهموا حجم الضغوط اللي بتمارس على مصر، وتاني أنا بقولها مش دلوقتي، ونكثف جميعا مواقفنا المساندة لإجراءات الدولة المصرية في ملف قطاع غزة والتطورات الجارية هناك واللي ممكن إنها تحصل في المستقبل صونا لمقدرات الأمن القومي المصري. مصر اتخذت إجراءات أخرى بالتنسيق الكامل مع الدول العربية المعنية والشقيقة وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية، لأن تمرير التهجير القسري من قطاع غزة سيمثل سابقة يمكن تكرارها على الفور
في الضفة الغربية. والحقيقة إن تم تحويل الموقف المصري الرافض للتهجير القسري إلى موقف عربي موحد، وهو ما انعكس في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الغير العادية بالقاهرة يوم 11 أكتوبر الماضي، وبيان القمة العربية الإسلامية التي عقدت في المملكة العربية السعودية بالرياض في 11 نوفمبر. وتنتهز مصر هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها للجهود العربية الداعمة للموقف المصري والمتفهمة لخطورة التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم. إحنا بنشتغل على بناء رأي عام دولي رافض لهذا التهجير القسري، ونجحت الدولة المصرية بشكل كبير في هذا الصدد، إذ بات هناك موقف أمريكي وأوروبي ودولي واضح يؤكد رفض التهجير بصورة رسمية أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم. بالإضافة إن إحنا بنبذل كل جهدنا على ضمان تدفق آمن ومستدام للمساعد المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وبدأت الجهود المصرية في هذا الشأن من بداية العدوان، وبات هناك أيضاً موقف دولي داعم لهذا الموقف المصري. ومصر ما اكتفتش بكده، ولكن انتقلت إلى العمل على ضمان تدفق الوقود لضمان عمل الخدمات الحيوية داخل قطاع غزة، إذ من شأن تدفق المساعدات الإنسانية والوقود منها إنه يساعد متى نصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن أن يقلل من حاجة الأشقاء الفلسطينيين للخروج من القطاع. كل ما بندخل أكتر كل ما بنخلي وبنخليهم إن هم يبقوا موجودين وما يحتاجوش للخروج علشان ياخدوا احتياجاتهم الأساسية. وأنتهز مرة أخرى هذه الفرصة لتحية الشعب الفلسطيني على صموده وإصراره على التمسك بأرضه في مواجهة هذا العدوان. مصر بتبذل جهود مستمرة للتوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق النار الدائم، يمهد الطريق لفتح أفق سياسي وبدء عملية سلام على أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام، ومبدأ حل الدولتين تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ونشير إلى أن نجاح الجهود المصرية في إدخال تغييرات مهمة على الموقف الدولي في هذا الشأن. السيد رئيس مجلس النواب الموقر والسادة الأعضاء، في الختام أود أؤكد مجدداً أن تراب سيناء عزيز على كل المصريين، فهناك سالت دماءهم في حروب شتى على مدار التاريخ كتب للمصريين فيها في دائما في النهاية النصر، لأن عقيدتنا كانت دائما النصر أو الشهادة. والدولة المصرية بتبذل كل الجهد لتنمية سيناء بصورة شاملة. مرة أخرى، لن تستطيع فقط القوى العسكرية حماية سيناء. عشان ننهي ونجهد أي مخطط مستقبلاً لا سبيل غير التنمية الشاملة، ومش بيبقى فيه هناك سيادة النائب 5 مليون. احنا الخطة بتاعت مصر لغاية ما قبل 2050 ان يكون هناك 8 مليون مصري داخل أراضي سيناء. تاني، أنا أحب أن أنا أؤكد أثناء زيارتي اللي شرفت بيها يوم 30 أكتوبر الماضي، وكان بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب في شمال سيناء، الدولة المصرية أنفقت في 10 سنين أكتر من 610 مليار جنيه على تنمية سيناء، منهم 300 مليار في شمال سيناء لوحدها. وتاني، مع الإرهاب اللي كان بيحصل وكل أسبوع كان بيموت لنا هناك شهداء من قواتنا المسلحة والشرطة والمدنيين أهالي شمال سيناء، كان الطبيعي إن أنا ما أخدش أي خطوة لعملية التنمية لغاية لما أخلص من الإرهاب. لكن كان قرار سيادة الرئيس الاستراتيجي اللي تاني بيثبت صحته النهاردة إن يشتغل التنمية تشتغل مع مكافحة الإرهاب. ولولا كده إحنا اختصرنا 10 سنين من أعمال التنمية في سيناء. وأعلنت، وكان لي الشرف إن أنا أكون موجود برفقة أهالي شمال سيناء، بنعلن عن خطة ل5 سنوات قادمة باستثمارات تقترب من 400 مليار جنيه لشمال سيناء فقط، عشان نحول هذه المنطقة الواعدة إلى مركز لوجستي ومركز عمراني واقتصادي وصناعي وسياحي وزراعي يخدم كل مصر والمنطقة كلها بكل المشروعات البنية الأساسية والمشروعات الخدمية اللي متخططة، واللي دايما احنا بقينا دلوقتي
ما بنحبش ان احنا نروح نحط حجر اساس فقط، ولكن احنا بنروح لما يبقى الشغل على الارض وقدام عينينا كلنا. واعتقد ده بقى واضح للكل لما زار شمال سيناء، والكل كان منبهر بحجم الطرق والبنية الاساسية اللي اتعملت، وكل ده كان في ظل الارهاب المقيت اللي كان بيضرب فينا كل اسبوع. ومع ذلك يعني انا عايز بس اتذكر او اذكر حضراتكم الله، كنا وانا بشرف بوزارة الاسكان واحنا شغالين، واستشهد زملاء لينا هناك كانوا بيشتغلوا في شركات المية وشركات المقاولات اللي بيشتغلوا، والشركة ما وقفتش والشركات كلها ما كانت بتقف يوم، وكان على طول بيجي بعديها على طول ناس تانية بيقوموا مقام شهدائنا اللي كانوا موجودين، والكل إصرار على تنمية هذه المنطقة. سينا إن شاء الله دائما هي جزء لا يتجزأ، وهي أغلى بقعة على قلب أي مصري. أريد أني أختم كلمتي لحضراتكم أن أنا جيت النهاردة عشان أطمن حضراتكم جميعاً وأطمن كل المصريين بأن أجهزة الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية وقوتنا المسلحة الباسلة تعي ما يحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه محاولة زعزعة الأمن المصري، وإننا لن نسمح بتحقيق أي من هذين المخططين، وفي الوقت نفسه حتستمر جهودنا لتنمية أرض الفيروز في إطار مسيرة التنمية الشاملة اللي بنحققها على أرض مصرنا الحبيبة. أنا بشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالص الشكر والتقدير لسيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقر. الزميلات والزملاء نواب شعب مصر العظيم، بعد أن استمعنا للسادة الأعضاء مقدمي طلبات الإحاطة وتعقيب سيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن الجهود المصرية تجاه الأحداث الجارية لقطاع غزة، فإنه حري بنا أن نؤكد من داخل قاعة مجلس النواب المصري، تلك القاعة النابضة بروح الشعب المصري وضميره الحي، على رفض المجلس القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخلياً أو تهجيرهم قسرياً خارج أراضيهم. صوب الأراضي المصرية في سيناء، وعلى سلطات الدولة المصرية كافة أن تتعاضد في مواجهة أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، لما في ذلك من اعتداء خطير على أراضيها ومساس بأمنها. وإن مجلس النواب من جانبه وبصفته السلطة التشريعية يسعى دوماً إلى الحفاظ على مصالح الدولة العليا من كافة مخاطر الاعتداء، سواء أكانت من جهة الداخل أو الخارج، من خلال ما يسنه من تشريعات تجرم أي اعتداءات على أمن الدولة المصرية. وفي هذا المقام يؤكد المجلس أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمنها، سواء من الداخل أو الخارج، فارضة عقوبات رادعة لها غايتها إقرار الأمن في ربوع الوطن وحماية أنظمته وسلطاته
وفي مقدمة تلك التشريعات قانون العقوبات الذي أفرد في الكتاب الثاني منه تنظيماً عقابياً متكاملاً للجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج أو الداخل، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتبر كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج عملاً إرهابياً متى كان الغرض منه الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي. ونؤكد أن التشريعات المصرية تتوافق بشكل تام مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر، وأخصها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. ويهيب مجلس النواب المصري بالمجتمع الدولي ضرورة الضغط الجاد والفعال وصولاً للوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان الفلسطينيين في غزة بما يضمن استعادة الضرورات الأساسية للحياة. ومجلس النواب المصري إذ يهمس في أذن الأطراف الدولية ذات المعايير المزدوجة التي تبدي في العلن أنها نصيرة لحقوق الإنسان، ومع ذلك تدعم دولة الاحتلال في أفعاله المشينة تجاه الشعب الفلسطيني، أن دعمها للأفكار الهدامة التي تقف حائلاً أمام مسار وقف نزيف الدماء الحاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني مشاركتها في تحمل مسؤولية ما يرتكب من انتهاكات وجرائم ضد الفلسطينيين. والزملاء نواب شعب مصر، إن مجلس النواب لا يمكنه أن يغمط الشعب المصري ومؤسساتنا الإعلامية الوطنية حقهم تجاه الأحداث في غزة، حيث استطاع الشعب المصري من إحداث تغيير جذري في الرأي العام العربي والدولي تجاه حقيقة القضية الفلسطينية ودفع الكثيرين في كل أنحاء العالم لإعادة النظر في مواقفهم تجاه تلك القضية، بينما استطاع الإعلام المصري العام والخاص من كسر النمطية وتحدي التابوهات في تناول القضية الفلسطينية وسعى نحو تغطية إعلامية فريدة هدفها نقل ما يدور من أحداث على الأراضي الفلسطينية وتحليل دقيق لمجرياتها على نحو أسهم في تعزيز العمق المعرفي لدى المتابعين سواء داخل مصر أو خارجها تجاه القضية الفلسطينية. لذا تحية إعزاز لشعب مصر الكريم الذي طالما ظهر معدنه الأصيل في الشدائد والأزمات، وتحية لمؤسساتنا الإعلامية في عملها الدؤوب، ونشد من أزرها نحو مواصلة العمل الجاد ونقل الحقيقة
في زمن عزت فيه المصداقية. الزميلات والزملاء الأعزاء، إن مجلس النواب المصري يؤكد وبقوة مرة أخرى على وقوفه متمترسا خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يقف بقوة خلف الحكومة المصرية برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي. في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطن من أي محاولات مستترة للمساس به، فالدفاع عن الوطن هو دفاع عن الإنسان المصري وعن هويته وتاريخه، يبذل له كل غال ونفيس. حفظ الله مصر والأمة العربية جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.